السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكل مشاهدي قناة النهار، حلقة جديدة من نمبر 1 معاكم ولمدة ساعتين علشان نتكلم أكيد عن الأحداث الكروية. طبعا مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر اللي هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 8 بتوقيت القاهرة. النادي الأهلي بيسعى إلى تحقيق البطولة المحلية رقم 2 بعد ما حقق لقب الدوري، وعلى المستوى الأفريقي حقق دوري أبطال أفريقيا. يعني جمهور الأهلي بيحتفل على مرور أسبوع من تحقيق لقب دوري الأبطال وبيستعد علشان يعني يحتفل في حالة فوزه باللقب المحلي. يمكن الأهلي كده في خلال أسبوع حقق بطولتين، ده لو حقق بطولة الكاس بكرة على خير. طبعا في نفس الوقت طلائع الجيش من الفرق المحترمة، من الفرق اللي عندها كل الحقوق المشروعة أنها تحقق لقب بطولة الكاس. لكن طبعا هتكلم عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش بكرة، وهنتكلم عن مشوار الفريقين مع واحد من نجوم نادي الاهلي والكره المصريه الكابتن هادي خشبه. يا كابتن مصر برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن عمر، وموفق دايما، وطبعا الف مبروك على التكريم. طب ربنا يخليك كابتن، الف مبروك على الاهلي يا كابتن هادي، مبروك على حضرتك طبعا. مبروك علينا كلنا، ربنا يخلي حضرتك. استاذنك كابتن بس اقول شويه اخبار مهمه بعد كده بنرجع نتكلم على الاهلي وطلائع الجيش. عايز ابدا مع حضراتكم يمكن بعض الاخبار الخاصه اللي موجوده معانا، ويمكن هبدا او معظم الاخبار خاصه بنادي الزمالك النهارده والتركيز الاكبر على نادي الزمالك. فانا هبدا معاكم الاخبار الخاصه. اول خبر خاص بينا ان بيراميدز بيخاطب نادي الزمالك لشراء محمود حمدي الونش. اللي حصل ان بيراميدز طلب من نادي الزمالك ان هو يتعاقد مع محمود حمدي الونش في الوقت اللي الزمالك رفض فيه رفض قاطع تام ان هو يفرط في اللعب. وبالتالي بيراميدز شاف ان في ال 48 ساعه اللي جايين دول ما قدموش غير ان هو يستغل محمود حمدي الونش في ان هو يضغط على اداره نادي الزمالك علشان يقنعهم ان هم يستغنوا عنه مقابل يعني فلوس كويسه بالنسبه لنادي الزمالك، وهو كمان اكيد هياخد مقابل مادي كويس. في جلسه هتجمع ما بين الكابتن محمود حمدي الونش والكابتن ايمن يونس علشان يتم فيها وضع كل الشروط وكل النقاط الممكنه ما بين الونش وبين نادي الزمالك، والاتجاه الاقرب داخل نادي الزمالك ان هم ما يتمش الاستغناء عن الونش في ظل ان هم بيحاولوا او يعني عايزين يعملوا فريق محترم لنادي الزمالك الفتره اللي جايه. وبالتالي ده بالنسبه لبيراميدز. بيراميدز طبعا يعني عنده القوه الماليه كبيره جدا بالنسبه للانديه وبالنسبه للعيبه، وبالتالي بيراميدز طالما دخل اي تفاوض مع اي لاعب اعتقد ان بيكون اللاعب يعني مصلحته في الاول وفي الاخر. فعشان كده بقول لحضراتكم ان البيراميدز او نادي بيراميدز بشكل عام بيضغط على اللعيبه علشان يستغلهم في ان هم يضغطوا على انديتهم ان هم يسمحوا لهم بالرحيل طالما في مقابل مادي للنادي وكمان في مقابل مادي كويس بالنسبه للاعب. لسه مكملين مع اخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك الكلام كله على فرجاني ساسي، هل فرجاني ساسي مكمل في الزمالك مش مكمل في نادي الزمالك؟ لكن خليني اقول لحضراتكم الخبر واشرح لحضراتكم حيثيته. فرجاني ساسي هيجدد لنادي الزمالك يوم الاثنين القادم في حاله ان نادي الزمالك يحدد 2 مليون دولار قيمه الموسم الواحد مع فرجاني ساسي. ده بالنسبه للخبر بشكل عام. هاخد حضراتكم بقى للتفاصيل واحكي لحضراتكم الخبر وايه اللي هيخلي فرجاني ساسي يجدد لنادي الزمالك. نادي الزمالك يمكن اتكلم مع فرجاني ساسي ووصلوا ان هم يجددوا الموسم معاه، او فرجاني ساسي قال لهم انا هاخد في الموسم 2 مليون دولار وهجدد مع حضراتكم لمده موسمين. فرجاني ساسي عنده 300,000 دولار يعني مستحقات متاخره من الموسم الماضي من نادي الزمالك. فرجاني عايز 50% من قيمه عقده الجديد ياخدهم كاش في حالة ان هو هيمضي. يعني فرجاني ساسي قال لي نادي الزمالك ان انا عشان امضي مع حضراتكم انا عايز 1,300,000 دولار قيمة مستحقاتي المتأخرة و 50% من قيمة العقد الجديد علشان امضي مع حضراتكم. اخدت الفلوس يوم الحد، يوم الاثنين هكون ماضي العقود مع حضراتكم وكل حاجة تبقى خلصانة، وبكده يكون نادي الزمالك قفل ملف فرجاني ساسي. اللي حصل لحد دلوقتي ان هم بيتفاوضوا على القيمة اللي فرجاني ساسي يتقاضاها خلال الموسم الجديد في مقدم العقد. يعني نادي الزمالك بيحاول يقلل قيمة 50% وفرجاني ساسي ضاغط على انه ياخد 50% من الموسم الجديد زائد 300,000 دولار اللي مفروض
فرجاني ساسي يعني ليه مستحقات متأخرة عند نادي الزمالك، ولكن المفاوضات شغالة زي ما بقول لحضراتكم. يوم الحد الموضوع يبقى خلصان، الاثنين ساسي يكون مجدد والزمالك يكون أعلن بشكل رسمي عن تجديد عقد فرجاني ساسي علشان يحميه قبل ما يخش في شهر واحد، علشان لو دخل شهر واحد وساسي مش مجدد لنادي الزمالك أعتقد ساسي هيكون موقع لأحد الأندية اللي بيتفاوضوا معاه الفترة الأخيرة. طيب الخبر اللي جاي ده خبر مهم جدا جدا جدا، وانا اعتقد يعني انه هيكون ليه تابع الفتره اللي جايه. خبر ليه علاقه بنادي بيراميدز. بيراميدز لعب في الكونفدراليه الافريقيه الاخيره، وزي ما حضراتكم عارفين بما ان في مصر مفيش اختبار منشطات فبيكون في الماتشات اللي ليها علاقه بافريقيا دوري الابطال والكونفدراليه الافريقيه، وبالتالي الخبر بيقول ان الكاف بيبلغ نادي بيراميدز بايقاف ابراهيم حسن بسبب تعطيه المنشطات. الاتحاد الافريقي الكاف ارسل خطاب، تمام، ارسل خطاب لنادي بيراميدز بيبلغوا فيه رسميا بايقاف اللاعب ابراهيم حسن لاعب نادي بيراميدز بسبب تعطيه المنشطات بعد ما تم سحب عينه منه بعد مباراه حوريه كوناكري اللي اتلعبت في قبل نهائي الكونفدراليه الافريقيه، وبالتالي العينه ظهرت ايجابيه، وبالتالي ابراهيم حسن هو لاعب موقوف من قبل الكاف في كل المسابقات المحليه والافريقيه. نادي بيراميدز طبعا استأنف ضد القرار بالنسبه للكاف وبالنسبه في المحكمه الرياضيه، علشان هو متاكد ومقتنع ان ابراهيم حسن في حاجه حصلت في الموضوع، وهو متأكد ان ابراهيم حسن لم يتعاطى المنشطات، ده كلام بيراميدز. اما كلام الكاف فهو عينة ايجابية اظهرت تعاطي ابراهيم حسن المنشطات اثناء مباراة حورية كوناكري وبيراميدز في قبل نهائي الكونفدرالية الافريقي. اخر خبر بقى خبر يعني بنبارك فيه لنادي المقاولين العرب في اول يعني اول مباراة بعد العودة الأفريقية من بعيد جدا، وبيقدروا ان هم مع الكابتن عماد النحاسي حققوا الفوز الثاني بعد ما حققوا فوزهم في المباراة اللي كانت خارج ملعبهم على فريق أرتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة 9-1، نتيجة كبيرة جدا جدا. كابتن عماد النحاس وفريق المقاولين بنقول لهم ألف مليون مبروك، تعبوا الموسم الماضي، أعتقد ان هم بيحصدوا ثمار يعني الموسم الماضي من جهد وكفاح وعرق. أحرز الأهداف احمد داوده الوافد الجديد هدفين، التونسي سيف الدين الجزيري هدفين، فاروق نور الدين، محمد عصام، فادي نجاح، احمد الشيمي، وكريم مصطفى كل واحد منهم احرز هدف. الف مليون مبروك لنادي المقاولون العرب، فوزهم الكبير وتخطيهم الدور التالي او الدور الحالي من بطوله الكونفدراليه الافريقيه، في انتظار ان شاء الله القرعه علشان يواجهوا الفرق القادمة. نتمنى المقاولين يحقق إن شاء الله نتيجة إيجابية ويوصل لنهائي الكونفدرالية، وليه لأ ما يحققهاش في ظل وجود مدرب محترم زي كابتن عماد النحاس وفي ظل وجود لعيبة على أعلى مستوى. كابتن هادي يمكن أخبار كتيرة، لكن خليني بقى يعني أخد يعني من دوري الأبطال ومباراة الأهلي والزمالك ويعني توابعها في مباراة طلائع الجيش بكرة. رأي حضرتك في مشوار الفريقين؟ طلائع الجيش نجح إن هو يفوز على نادي الزمالك، الاهلي نجح انه يفوز على نادي الاتحاد، فمباراه بكره هتكون قويه يا كابتن هادي، رايك فيها ايه بشكل عام؟ بشكل عام طبعا بنحيي طلائع الجيش كفريق مجتهد ان هو قدر يوصل لنهائي كاس مصر، ودي حاجه انجاز بتحسب ليه كفريق. طبعا بقاله فتره كبيره في الدوري المصري بيأدي بشكل جيد، فطبعا دي تتويج ليه في نهايه الموسم ان هو قدر يوصل لنهائي الكاس. اما بالنسبه للنادي الاهلي فطبعا الوضع مختلف تماما، النادي الاهلي مطلوب في كل بطوله يشارك فيها هو الحصول عليها. وكمان لما النادي الاهلي بيبقى الصعوبه بتزيد لما هو بياخد بطوله زي بطوله افريقيا من منافس قوي جدا زي فريق نادي الزمالك، بيحصل هنا طبيعي بيحصل زي دروب كده في اداء الفريق من الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه، وده شيء طبيعي لان طبعا النادي الاهلي مشوار كبير جدا في الدوري المصري ومشوار كبير جدا في الدوري الافريقي، فتركيز عالي جدا، وفي لعيبه بتطلع كل جهدها في بطوله افريقيا، فبالتالي بيحصل نوع من الداون شويه في المنحنى الاداء بتاع اللعيبه بينزل سنه، وده اللي شفناه في الماتش الاخير بتاع النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي طبعا مطلوب منه كامام جمهوره ان هو يحقق بطوله كاس مصر عشان يقدر
يختم الموسم بالدوري وافريقيا وكاس مصر وتبقى حاجه تتويج للنادي الاهلي في مسيرته هذا الموسم يعني. كابتن هادي، ما كانش عندك قلق ان النادي الاهلي قدام نادي الاتحاد بعد نشوه الانتصار في دوري ابطال افريقيا انه ممكن ما يعديش دور قبل نهائي كاس مصر وبالتالي فوزه بدوري الابطال يعطله عن بطوله كاس مصر؟ بما ان الاجيال اختلفت شويه كابتن هادي، يمكن العقليه بقت مختلفه شويه، فالاحتفالات بتاخد وقت شويه. السوشيال ميديا بقى حضرتك عارف، والصحاب والاهل والتليفونات، فالموضوع بقى مختلف. هل كان عندك خوف؟ طبعا النادي الاهلي اصعب مباراه ليه اللي هي بعد النهائي الافريقي على طول طبعا بالنسبه له، وهو داخل في لعيبه في نشوة الفرح، لعيبة أدائها الفني في أعلى مستوى، سواء بقى ما بتكلمش على المستوى بس بتكلم إن هو بيطلع كل طاقته في تركيزه والناحية النفسية كل حاجة. فالطبيعة البشرية إن أنت ما بتبقى في أعلى مستوى ليك كتركيز وطاقة وتجهيز بعد كده، الطبيعي إنك بتنزل سنة يعني. فطبعا النزول ده خبرة النادي الأهلي قدر إن هي تتغلب عليه، وقدر إن هو يعدي المرحلة دي في مباراة الاتحاد، وإن شاء الله بقى يعني الفترة دي يبقى فيه تركيز، يعيد بلورة نفسه من جديد ويرجع النادي الأهلي كأداء ونتيجة. يمكن في مباراة الزمالك النادي الأهلي ما قدمش الشكل اللي كل جمهوره كان بيتمناه، الشكل العالي كأداء فني وكده، لكن قدر بخبرته وبتاريخه ومجهود وإرادة لعبته أنه هو يحرز البطولة بشكل جيد جدا، لكن كنا نتمنى أن يؤدي بشكل فني أفضل. ولكن هي طبيعة النهائيات كده، مش شرط ان انت تكسب بالاداء بس، لكن في تمركز، في نظام، في من اول مباراة لاخر المباراة ممكن ان انت بتبقى عندك خبرات لعيبة تقدر تحسم المباراة في اوقات صعبة على المنافس. كل دي مراحل بيعدي بيها النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي محتاج ان هو اكثر تركيزا في مباراة غد ان شاء الله مع طلاء الجيش، لان المباراة مش هتبقى سهلة. طلاء الجيش بيحلم طبعا ان هو يدخل يعمل انجاز تاريخي، ان هو ياخد كاس مصر من امام بطل افريقيا، ده بالنسبه له. كل لعيبه طبعا بتاع طلاء الجيش والجهاز الفني كلهم مركزين تركيز 100% على هذه المباراه، فبالتالي هيصعب المهمه على النادي الاهلي، مش سهله، فلازم النادي الاهلي في المقابل يكون في نفس التركيز. كابتن هادي، يمكن اعتقد حضرتك كنت موجود او كنت متواجد في الفتره اللي كابتن طارق العشري حقق فيها لقب الكاس تقريبا قدام النادي الاهلي، وبالتالي ده اكتر ما يقلق الجمهور الاهلاوي ان كابتن طارق العشري هو اللي موجود في القاده الفنيه لنادي طلاع الجيش، وان هو من اكتر المدربين اللي حققوا لقب بطوله الكاس على مستوى المدربين الموجودين في مصر بخلاف مدربين الاهلي والزمالك. هل ده ممكن يصعب المباراه بشكل عام بخلاف طلاع الجيش، ان هو فريق قوي وعنده اسامي كتيره وعنده من الخبرات اللي اعتقد ممكن تحسم المباراه؟ لو الاهلي ما خدش المباراه على المحمل الجد واللعيبه ما تعبتش على المستوى اللي احنا متعودين عليه، هل كابتن طارق العشري بيزود من صعوبه المباراه كابتن هادي؟ هو في طبعا عناصر قوه، من ضمن العناصر القوه لطلاع الجيش انها فريق منظم جدا، فريق منضبط، فريق عنده ثوابت في كلاعبين على ارض الملعب بشكل كبير جدا، ادارته قويه جدا، في نفس الوقت عنده مدير فني كابتن طارق العشري تاريخ كبير جدا، سواء مع حرس الحدود او مع الجيش او في الانديه الاخرى اللي دربها، عنده خبرات كبيره جدا، مدرب خد بطوله كاس مصر من النادي الاهلي وهو في حرس الحدود، فبالتالي ده يعتبر انجاز بالنسبه له، وهو دارس النادي الاهلي بشكل كويس ودارس فرقته بشكل كويس. فكل دي صعوبات طبعا على النادي الاهلي بيقابلها، خاصه النادي الاهلي زي ما قلنا ان هو جاي من منحنى عالي جدا، والمفروض المنحنى ده بينزل بنسبه معينه كطاقه وكجهد وكده، لكن اتصور خبرات النادي الاهلي في المواقف الصعبه بتقدر تحسم يعني. دايما النادي الاهلي بدعم جمهوره، بثبات وعقلانيه ادارته، وبمواهب وخبرات لعبته، وجهازه الفني اللي هو متحمس دايما، جهاز جديد متحمس ان هو يقدم نفسه للجمهور بشكل كويس، اتصور ان هو ممكن يتغلب على كل هذه العقبات. طيب يعني انا كابتن هادي دلوقتي اللي الاهلي بيفكر فيه في بطوله كاس مصر، عنده الاسبوع اللي بعديه سوبر افريقي، هل كل الكلام ده كابتن لو حضرتك الراجل مسؤول دلوقتي في جهاز الكوره للنادي الاهلي، ايه اللي حضرتك ممكن تعمله علشان يكون فيه تجدد للدوافع للعيبه، او اللعيبه تكون عندها تجدد للدوافع انها تحقق لقب بطوله كاس مصر، عندها سوبر افريقي؟ الاولويات بالنسبه كابتن هادي للعيبه، ايه اللي حضرتك ممكن تعمله لو حضرتك مسؤول في الوقت الحالي بالنسبه للنادي الاهلي علشان خاطر اللعيبه
تكون ناسيه بطوله افريقيا وهي حاسه ان دي البطوله الوحيده اللي هتنافس عليها، وانا اعتقد ان دي سمه من سمات النادي الاهلي دايما متعودين عليها. طبعا في عوامل كتيره جدا منها رقم واحد صفاء الذهن. صفاء الذهن ان اللعيبه تبقى دايما مش يعني مش مشغوله باي حاجه غير في الكوره بس. مش مركزه في اي حاجه حتى في حياتها الخاصه، حياتها الاسريه، حياتها الاجتماعيه، مفيش حاجه اسمها كده خلاص. انت في وقت توقيت معين داخل على 3 4 بطولات ورا بعض، وهتبدا بطوله بعد كده دوري عام، فانت لازم يبقى في ذهنك ده 100% مع فرقتك ومع ناديك اللي بيدعمه جمهور عريض جدا كجمهور النادي الاهلي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه زي ما انت قلت يا كابتن عمر، مساله الدوافع. الدوافع دي هي دي اللي بتفرق ما بين لعيب ولعيب اخر، وهي اللي بتفرق ما بين مدرب ومدرب اخر. في لعيب بيستكفي ان انا خلاص ايه، بيبقى عامل زي الصنايعي كده، انا اديت الشغلانه النهارده وخدت فلوسي وهروح انام بعد كده ايه لغايه ما ايه ما اخلص الفلوس بتاعتي وبعدين ارجع اشتغل تاني. لا، لعيبه الكوره المفروض ما تبقاش كده، دايما يبقى طموحها متجدد، طموحها ما يبقاش ليه سقف، دايما يبقى عندها رغبه في ان هم دايما يحققوا المزيد، لان طبعا النادي الاهلي لا يقبل المركز الثاني. صحيح. ولا جمهوره بيقبل المركز الثاني، وهو كتاريخ هو النادي الاهلي هو معروف ان هو في مصر وفي افريقيا هو بينازع دايما على المراكز الاولى. فبالتالي اللعيبه لازم تكون طموحها يتجدد، الجهاز الفني برضو لازم يشتغل بنفس القوه وبنفس الاداء في كاس مصر زي ما بيشتغل في افريقيا. وهو دي نقطه مهمه جدا، لان عنده سوبر افريقي بعد كده. فطبعا انا عارف مكانه كاس افريقيا غير مكانه كاس مصر اكيد طبعا بالنسبه للحجم البطوله، ولكن ده شغل بقى ايه، شغل الجهاز الفني، انت ازاي ترفع معنويات لعيبتك، وازاي تحطهم على التراك مظبوط، وازاي تديهم دوافع قويه جدا، وازاي انت كجهاز فني تكون عندك اوريدي الطموح ده. وانا شايف موسيماني الحقيقه بالجهاز اللي معاه بيأدي بشكل كويس، واتصور عنده طموح، لان هو يعني عنده طموح ان هو يحققه مع النادي الاهلي كبير جدا. تفتكر يا كابتن هادي لو مباراه الكاس اللي هتتلعب بكره ان شاء الله كانت قدام الزمالك، هل حضرتك هتكون قلقان ولا حضرتك مطمن لو هي امام طلاع الجيش؟ عشان زي ما حضرتك عارف يمكن الاهلي والزمالك قدام بعض الموضوع بيفرق، اللعيبه بتركز اكتر، اللعيبه الجمهور نفسه بيكون عايش، هو بيبقى قافل على نفسه متوتر، ما فيش ناس ما بتعرفش تنام زي ما حصل في نهائي دوري الابطال. ولكن هل حضرتك شايف ان المباراه لو كانت قدام الزمالك هل حضرتك كنت ممكن تبقى مطمن على لعيبه الاهلي، ولا عشان امام طلاع الجيش بما انه طبعا فريق قوي جدا طبعا، ولكن نتكلم على اسم الزمالك تاريخ طويل احد الانديه الكبيره في مصر وفي افريقيا، ده بيكون مطمنك ان اللعيبه تاخد المباراه على محمل الجد شويه. حصل في ماتش الاتحاد الاهلي دخل فيه هدف، ناس حست ان المباراه ممكن تنسحب منها، فعشان كده بسال حضرتك. لا، على كل الاحوال لازم فريق النادي الاهلي ياخد المباراه على محمل الجد بقوه وتركيز عالي جدا، سواء مع اذا كان المنافس طلاع الجيش او الزمالك، لان الموضوع ما بيتحسبش كده، هو بيتحسب ان الكره بالعطاء، الكره مش بالاسامي. يعني مع احترامنا لكل انديه العالم ممكن بيتغلبوا من انديه اصغر منهم في التاريخ بسبب يعني ان هم في رعونه في الاداء. الكاس على طول في مفاجات يا كابتن. فبالتالي الكره بتعترف باللي بيتعب لها واللي بيجتهد وكل حاجه، لكن طبعا فريق الزمالك كتاريخ فريق كبير جدا طبعًا. وان هو يقابل النادي الاهلي في كاس مصر مره اخرى ده في حد ذاته طبعا بيبقى ارهاق اكتر على لعيبه النادي الاهلي. لكن الوضع اتغير، وطلاع الجيش فريق كبير وليه احترامه، وفريق عنده ثوابت كبيره جدا في الاداره وفي اداء لعيبته وفي الجهاز الفني، فبالتالي هيجد النادي الاهلي صعوبه بالغه في الحصول على كاس مصر. الموضوع مش سهل، فلازم يبقى في تركيز عالي جدا، لازم في اهتمام كبير جدا، والدراسه الفنيه هنا هتبقى المفروض لصالح النادي الاهلي فنيا. لما تشوف مفاتيح القوه والضعف في الفرقتين ومفاتيح اللعب هنا وهنا، لا، النادي الاهلي هيتفوق فنيا،
ولكن ازاي هو بقى النادي الاهلي يقدر يحل الشفره دي، وازاي يكسب مساحات الملعب اللي المفروض تبقى مقفوله من قبل الكابتن طارق العشري، ان هو طبعا عارف لعيبه النادي الاهلي ومفاتيح القوه فين بتاعته، فاكيد هيقفلوا المناطق اللي هيقدر النادي الاهلي يتحرك فيها. فلازم النادي الاهلي يستعد للنقطه دي، وازاي ان هو يعني يبتدي يحرك الديفنس بتاع طلاع الجيش ووسط الملعب الديفندرات، بحيث ان هو يقدر يتغلب على القوة الدفاعيه بتاع طلاع الجيش. من الطبيعي كابتن طارق العشري هيلعب زون ديفنس، وهيلعب على الهجمه المرتده، وهيلعب دايما منظم في طول المباراه، فبالتالي النادي الاهلي ما يزهقش. النادي الاهلي ممكن يندفع هجوميا ويزهق، فبالتالي في لعيبه ممكن تخاطر من المدافعين، يبتدوا يطلعوا قدام ويبتدي يزهق من الزون الديفنس اللي الكابتن طارق العشري هيعمله، ودي هتبقى غلطه للنادي الاهلي. لازم النادي الاهلي يبقى متريس، يبقى عنده هدوء. هتفتح الماتش، هيفتح، بس هيفتح مع الوقت، مش هيفتح على طول. يعني ما يتخيلش ان هو في اول دقيقه هينزل يعمل حاجه. يعني ساعات النادي الاهلي كان في الدوري ينزل في اول 5 دقائق 10 دقائق يجيب جون ويبتدي يرتاح طول الماتش. لا، الماتش بكره مش هيبقى كده اتصور. يعني هيبقى فيه تقفيل بشكل كويس من طلاع الجيش، فلازم النادي الاهلي يلعب على المساحه، لازم يخلق لنفسه مساحات كويسه يقدر يستغلها في التشكيل اللي ان شاء الله هنتكلم عنه. تعتقد يا كابتن هادي ان ممكن الكابتن طارق العشري يسعى الى السيناريو اللي ممكن يكون هو حاطه في دماغه، انه هيلعب على وقت اضافي وضربات جزاء، او يحاول انه يجور النادي الاهلي علشان عدد ماتشات الاهلي اللي لعبها في الفتره الاخيره اكتر الى حد ما، وبالتالي يستغل الاجهاد اللي ممكن يظهر على لاعب النادي الاهلي فياخدهم للاكسترا تايم، ويحاول ان هو يفوز على الاهلي في الاكسترا تايم، او ياخدهم لركلات الجزاء وبكده يكون عمل اللي عليه. وضربات الجزاء زي ما حضرتك عارف هي ضربات حظ، يعني غير توفيق ربنا، لكن في الاول وفي الاخر حظ. فاكيد سيناريوهات كابتن طارق بيفكر فيها، موسيمانا اكيد هو كمان بيفكر فيها، فشايف حضرتك ان ممكن ده يحصل؟ وطبعا كل مدرب بيخطط وبيحط تركيبة لعبته وفقا للفريق المنافس، فأتصور كل ما المباراة تعدي الوقت الزمني فيها، كل ما هو فريق طلاء الجيش هياخد ثقة أكتر، ولعبته هتبتدي تتحمس أكتر وتبتدي تدخل في المباراة أكتر، وده مش في صالح النادي الاهلي. يعني في صالح النادي الاهلي ان هو يقدر، لو قدر ان هو يخلص المباراه في الشوط الاولاني او يحرز هدف في الشوط الاولاني هيرتاح جدا، لان مش هيبقى في بديل لطلاع الجيش غير ان هي يعني الفرقه هتحاول ترجع ان هي، لان ده ماتش كاس مش ماتش دوري، هترجع بقى انها تعيد التعادل وبعدين المكسب، فبالتالي المهمه هتبقى صعبه جدا على طلاع الجيش. فاتصور هي خبره كابتن طارق العشري في ازاي ان هو يقفل خطوطه، وفي نفس الوقت خبرة موسيماني ازاي يفتح خطوط طارق العشري بالنسبة للنواحي الدفاعية بتاعته. والحقيقة وقت الإضافي وضربات الجزاء أكيد كابتن طارق العشري لو وصل لمرحلة ضربات الجزاء فهو كده يعتبر يعني فاز بالتكتيك بتاعه أو بالخطة بتاعته، إن هو يوصل مع نادي الأهلي بضربات جزاء، لأن بالنسبة لضربات الجزاء اللعيبة تقريبا بتتساوى في القدرات في ضربات الجزاء، ملهاش علاقة بقى بالموهبة أو الزيادة، لا، ليه علاقة بقى بإزاي أنت عندك قوة أعصاب، إزاي أن أنت عندك اتزان نفسي. وطبعا كل اللعيبة دلوقتي دايما في المباريات دي دايما بقى في تدريبات على ضربات الجزاء بشكل كبير جدا قبل المباراة، بحيث أن اللعيب بيبقى داخل، وحتى الترتيب بتاع من أول الخامس بتبقى معروف عن في ذهن المدير الفني. طيب كابتن هادي، يمكن بصراحة عايز أتكلم مع حضرتك على غياب أليو ديانج عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن لو اتكلمت مع حضرتك عن المباراة بشكل عام، إيه السلبيات اللي حضرتك شفتها على النادي الأهلي ويسعى أو تسعى إلى إن النادي الأهلي يعني يصححها أو يشتغل عليها في مباراة الجيش؟ أنا عارف إن مباراة الاتحاد ممكن نقول إن هي خارج التقييم شوية بسبب إن هي مش متفرح، وإن الأهلي كان كسبان بطولة كبيرة، ولكن إيه اللي حضرتك شفته والأهلي محتاج يشتغل عليه في مباراة طلاع الجيش عشان ما تتكررش مرة تانية؟ هو بص، أليو ديانج عنصر مهم جدا من عناصر وسط الملعب للنادي الأهلي، لأنه عنده قوة في الأداء بيخلي كمان اللعيبة اللي زمايله اللي حواليه وخط الديفنس بيديهم من قوته، وفي نفس الوقت يعني هم بيحاولوا يوصلوا لنفس القوة في الأداء، فبيحصل تنافسية في الملعب بشكل كبير جدا من اللعيبة نفسها،
من لعيبه الفرقه نفسها، وبيدي اطمئنان للمثلث او الجزء الهجومي، اللعيبه الاربعه اللي بيهاجموا بشكل كبير جدا، الثلاثه مع الفرود، لان هيبقى في حد يقدر حتى لو الكره اتقطعت منهم هيقدر يعمل تغطيه دفاعيه بشكل كويس، وعنده باور في الاداء. طب غياب كابتن اليو ديانج، قبل بس ما اقطع كلام حضرتك في الجزئيه دي تحديدا، هل حضرتك شايف ان وجود حمدي فتحي مع السوليه قدروا ان هم يكونوا ثنائي ما يحسسش الجهاز الفني بغياب اليو ديانج، ولا حضرتك شفت ايه؟ لا انا كان على ماتش الاهلي والزمالك. لا انا شفت طبعا، مش هو الامثل، مش هو الامثل، مش عشان حمدي فتحي يقل موهبه عن ديانج، هو ديانج طبعا اقوى شويه من الناحيه البدنيه، ولكن حمدي فتحي ما بيلعبش كتير، ما بيلعبش كتير جنب السوليه، فبالتالي هو الفتره الاخيره من ساعه ما اليو ديانج وموسيماني بقى يحط على طول اليو ديانج جنب السوليه، جنب السوليه، فبقوا من الاثنين خلاص بقوا عندهم تناغم وتوافق بينهم، وعارفين المساحات اللي بيلعبوا فيها مع بعض، وعارفين مين هيضغط هنا، مين هيبقى وراه، مين هيطلع يكمل ورا المهاجمين، ومين هيثبت، ففي تناغم شويه اكتر. حمدي فتحي جاي من حته بعيده شويه، بقى له فتره ما بيلعبش بشكل مستمر زي اليو ديانج، فبالتالي طبعا وجد صعوبات في ماتش الاهلي والزمالك يعني، ولكن ادى على قد ما يقدر. هو الفرقه لما تيجي تحلل في ماتش الاهلي والزمالك ما تلاقيش حد في لعيبه النادي الاهلي بتقول ده نجم المباراه مثلا، لا ما فيش، لان النادي الاهلي كان بيلعب تقريبا بشكل جماعي بس بنسبه اداء ما تتخطاش 60-70%، لكن في الاخر انت النادي الاهلي مش كده يعني، النادي الاهلي مستواه اعلى من كده بكتير، ولكن بترجع بقى ان هي التحفظ كان زياده شويه في المباراه بكتير، والنادي الاهلي لما احرز الهدف في دقيقه 6 في الاول فازداد تحفظ، فبقى لعيبه النادي الاهلي بدل ما بتلعب الكره قدام بقى بترجع بتلعبها لورا، فالزمالك ابتدى يتحرر شويه وابتدى يعيد توازنه تاني، وابتدى بعد الجون عايز يروح يهاجم ويبقى هو عنده الاندفاع الهجومي، فكل ده خلى اداء النادي الاهلي في المباراه يعني معقد شويه من الناحيه الهجوميه، ولكن ابتدى بقى خبرات النادي الاهلي والجون اللي احرزه أبشى من مهاره فرديه، اتصور ده اللي خلاص يعني حسم المباراه بشكل كبير. لكن لما بتدخل على وسط الملعب حمدي فتحي والسوليه الاثنين يعني كاداء بشكل عام، لا لعيبه ممتازين، قدوا موسم رائع مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بغض النظر عن توابع مباراه الزمالك يعني. طيب كابتن هادي، بعد الفاصل هسال حضرتك عن خط هجوم النادي الاهلي، وهل حضرتك شايف ان خروج بادجي هل هياثر على النادي الاهلي، ولا حضرتك شايف ان ده التوقيت الامثل ان بادجي ممكن يخرج فيه، وهل استمرار جيرالدو مع النادي الاهلي هل ممكن يكون اضافه للنادي الاهلي ولا لا، يعني بشكل عام كده هجوم النادي الاهلي هسال حضرتك عليه بعد الفاصل. هنروح للفاصل وبعدين نرجع نكمل مع الكابتن هادي خشبة، خليكم دايما معانا. طبعا بشكر كريم فضل على التقرير الرائع الخاص بمباراة الأهلي وطلع الجيش بكرة إن شاء الله في نهائي كاس مصر. كابتن هادي، يمكن عايز أروح مع حضرتك للسؤال اللي سألت حضرتك عليه قبل الفاصل، خط الهجومي للنادي الأهلي، يمكن وجود مروان محسن، أحمد ياسر، ريان، اليو بادجي خلاص خرج من النادي الاهلي يعني تم تبليغه رسميا ان هو هيكون خارج النادي، هيحترف بقى في الدوري الفرنسي في الدرجه الثانيه علشان يتم قيد بدر بانون مكانه، ولكن هل حضرتك شايف ان خط هجوم النادي الاهلي، محتاج ان هو، طيب خلينا ناخد يا كابتن تليفون من المغرب قبل ما ارجع لسؤالي مع حضرتك، مع الاستاذ كتابي الحسين المتحدث الرسمي لنادي نهضه بركان المغربي. يا فندم ارحب بحضرتك. أنا برحب مجددا بالمشاهدين الأوفياء لهذه القناة الرائعة، وشكرا لكم على التواصل مع فريق نهضة بركان، وكذلك التعبئة والتواصل اللي استعملنا عليها من أجل إبراز مجهودات الفرق سواء المصرية أو الإفريقية أو العالمية. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا، يمكن اتكلمنا آخر مرة وحضرتك بلغتني وقلت لي إن مفيش أي خطابات وصلت لنادي نهضة بركان بتبلغه ان مباراة السوبر الافريقي تبقى يوم 10، وبالفعل تابعنا وقرينا ان المباراة بقت يوم 18، هل تم تبليغ حضراتكم ان المباراة السوبر الافريقي بين الاهلي ونهضة بركان هتكون يوم 18 ديسمبر ان شاء الله ولا لا؟ لحد الان، لحد مكالمتك معي الان، فريق نهضة بركان
لم يتوصل بكتاب رسمي من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. يعني ما فيش أي خطابات وصلت من الكاف لفريق نهضة بركان؟ نحن كما تعلم أستاذنا طيب أننا نتحدث بالإعلام المؤسساتي، فلحد الآن لحد هذه اللحظة فنهضة بركان لم يتوصل بأي قرار يفيد بأن المباراة ستقام بمصر وكذلك بالبعد الزمني الذي لم يحدد لحد الآن. فقط يمكن أن أشير إلى أن الاتحاد القطري لا زال متمسكا بإجراء مقابلة على أراضيه طبقا لمنطوق الاتفاقية المبرمة وما تبعها من التزامات من طرف الجهاز الفدرالي. طيب هل حضراتكم متمسكين ايضا ان المباراه تتلعب على ملعب حيادي، ولا هيكون عندكم مشكله لو الاتحاد الافريقي بلغكم ان المباراه هتكون على استاد القاهره، بما ان البطوله كانت بتتلعب بالنظام القديم على ملعب الفائز بلقب دوري ابطال افريقيا؟ نعم استاذي، فالقاعده الاساسيه هو انه طبقا للوائح الكونفدراليه هو انه السوبر يلعب في ارض الفائز بكاس الابطال. تمام. اما الان فهناك استثناء، لان يعني القاعده القانونيه تقول الاستثناء يقوض العام او الخاص يقوض العام. لحد الان فالسوبر الافريقي كما هو متعارف دوليا فهو تؤثره الاتفاقيه. اما وان كان هناك تغيير ففريق نهضه بركان سوف يراعي مصالحه الخاصة ويلتزم بقرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. طيب يعني حضراتكم منتظرين ومتمسكين ان المباراة تتلعب على ارض محايدة ضمن للاتفاق المبرم بين الاتحاد الافريقي، تمام كده؟ وكمان لحد دلوقتي حضراتكم لسه منتظرين و تعملوا عملية تنسيق ما بين الاتحاد الافريقي وبين حضراتكم علشان تحددوا الموعد الخاص بمباراة السوبر الافريقي بين حضراتكم نهضة بركان والاهلي المصري، مظبوط كده يا فندم؟ نعم استاذنا الفاضل، فنهضة بركان فهي تابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهذه الاخرة تابعة للاتحاد الافريقي، فنحن نلتزم بقرارات الاتحاد الافريقي. لحد الان مباراه السوبر لحد الان مؤثره بالاتفاقيه، في حاله تغيير فنهضه بركان سيكون له كلام اخر وهو يراعي بطبع مصالح نهضه بركان ومصالح الكره الافريقيه، لانه التزام الاتفاق هو شريعه المتعاقدين لحد الان. اما وان اجتمع الجهاز الكونفدرالي واقر بجديد فانذاك ففريق نهضه بركان سيقول كلمته كلمه الفصل في هذا التعديل. طيب هل اللاعب بكر هلالي هيكون متواجد في مباراه السوبر الافريقي بعد ما تم طرده في مباراه نهائي الكونفدراليه امام بيراميدز؟ فالقانون ينص على ان السوبر تلغى جميع البطائق الحمراء، ولهذا فالسوبر لا يبعد او لا يستبعد اي لاعب من ضمن اللوائح، هذا قانون. تمام. طيب هنرجع مره ثانيه للاستاذ كتابي الحسين، يعني واضح ان في مشكله حصلت في التليفون، ولكن زي ما حصل مع الاهلي في موضوع حسين الشحات وطرده بعد المباراه، بالتالي الاتحاد الافريقي واللائحه بتنص على ان مباراه السوبر يعني ما بيتحسبش اي كروت حمراء او اي قفات ليها علاقه بنهائي دوري الابطال، وان حسين الشحات هتوقف في مباراه او اول مباراه للاهلي في دوري الابطال. نفس القصه بكر الهلالي هيكون موجود في مباراة السوبر، ده على حسب كلام الأستاذ كتابي الحسين المتحدث الإعلامي الرسمي لنادي نهضة بركان. كابتن هادي، خط هجوم من النادي الأهلي، هل حضرتك شايف إن هو محتاج تدعيم؟ طيب رجع مرة تانية معانا؟ طيب نعم تمام يا فندم. يبقى بكر الهلالي موجود مع نادي نهضة بركان قدام النادي الأهلي في المباراة اللي هتجمع ما بينهم في السوبر الأفريقي، مظبوط كده؟ نعم، فمباراة السوبر الافريقي حسب علمي
فهو يلغي جميع العقوبات التأديبية الصادرة على الكأس الكونفدرالية وتبدأ صفحة جديدة. ولهذا فبقر الهلالي أو غيره من تمام. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. الاستاذ كتاب الحسين المتحدث الاعلامي لنادي نهضه بركان. خط الهجوم من النادي الاهلي كابتن هادي، هل حضرتك شايف هيتاثر برحيل بلجي ولا النادي الاهلي محتاج مهاجم تاني مع احمد ياسر ريان مع مروان محسن؟ موسيمان ازاي ممكن يعالج الموسم القادم ده وهو يعني الاهلي لم يتعاقد مع راس حربة في وجود مروان وعوده احمد ياسر ريان من جديد؟ لا، هو الاهلي طبعا مش هيتاثر برحيل بدجي طبعا، لان هو من اول ما جه كابتن احمد بلال هيتفق معاك جدا في الراي ده. كابتن احمد بلال ايوه لا، وكتير من الناس، اصل خلي بالك الناس الفنيين ممكن يلقطوا الموضوع من اول ماتش ماتشين ثلاثه، لكن ممكن الجمهور يعني عشان مش فنيين قوي يعني في منهم البعض اللي بيفهم كوره وفي منهم اللي مشجع يعني مشجع بالظبط كده، فممكن ياخد وقت شويه بس في الاخر هيوصل للنتيجه او الحقيقه اللي احنا اللي بتوصل لها من بدري شويه، لان برضو اللعيب مش هو ده لعيب النادي الاهلي اللي انت هتعتمد عليه في كمهاجم رقم واحد عندك يعني. فبالتالي اللي موجودين دلوقتي لعيبه كويسه، بتتكلم في صلاح محسن مثلا موجود ممكن يؤدي هذا الدور، احمد ياسر ريان لعيب مميز ممكن يؤدي هذا الدور، عندك مروان محسن هو دلوقتي اللي النادي الاهلي بيعتمد عليه في كمهاجم. ولكن انا يعني رايي الشخصي ان لازم النادي الاهلي محتاج مهاجم جديد بمواصفات معينه، المواصفات دي تكون فيها مهاره مع قوه يعني دايما المهاجم لمسه المهاره بتاعته مهمه جدا يعني يعني ازارو يعني يا كابتن شايف ازارو مثلا الاهلي خسر ازارو؟ ازارو عنده هو النادي الاهلي طبعا ازارو كان عامل فرق بينه وبين المهاجمين اللي موجودين دلوقتي عشان عنده قوه وسرعه عاليه جدا، ولكن ينقصه اللمسه الفنيه اللي هي الاخيره اللي تقدر تحسم باحراز الاهداف، ولكن هو كان بيهد المدافعين اللي كانوا موجودين وكان دايما حتى بيخلق الفرص لنفسه هو يعني هو من الجري بتاعه ومن قوته بيقدر يحضر لنفسه لعب كويس ويقدر يوجد لنفسه فرص لعب كويس جدا. ولكن احنا بنتكلم ان انا اتمنى فيرود النادي الاهلي بيبقى يمتلك القدرتين دول يعني قدره فنيه عنده سنس فني زي مثلا اقرب واحد كان موجود للسنس الفني هو عماد متعب. مش هنتكلم عن التاريخ ومين اللي كان موجود قبل كده بس بتكلم على اقرب واحد كسنس فني عماد متعب، لكن بقوه وسرعه ووليد ازارو يعني عن عارف الكومبو ده نتمنى يبقى في حد جوه النادي الاهلي كفرود بنفس المواصفات القويه دي بحيث ان النادي الاهلي يعتمد عليه سنين كتيره يعني. مش شايف يا كابتن هادي ان فتره طويله جدا من بعد فلافيو كمهاجم افريقي وان بعد عماد متعب كمهاجم مصري الاهلي لحد دلوقتي مش عارف يعوض غياب فلافيو او حتى يعوض غياب عماد متعب، مش شايف انها غريبه شويه يا كابتن؟ غريبه عشان المواصفات اللي انا بتكلم عليها دي عمله نادره يعني يا كابتن هادي، عمله نادره و 100 مليون مفيش يا كابتن في ال 100 مليون اثنين لعيبه حتى في قطاع الناشئين يكون عندهم مواصفات نقدر ان احنا ننميهم ونحافظ عليهم ويتعلموا بعض الاساسيات في كره القدم ويطلعوا يمثلوا الاهلي او الزمالك او منتخب مصر يعني احنا عندنا لعيبه احنا ذكرناهم دلوقتي احمد ياسر ريان، عندنا صلاح محسن موجود، طار محمد طار ممكن بيلعب من تحت شويه بس ممكن يأدي شويه في الدور ده، بس صلاح محسن مش تسعه قوي كابتن، مش تسعه بالظبط يعني انا بتكلم على حد يجي من بره لعيب جديد مواصفاته فرود يعني هو ما يعرفش يلعب غير المكان ده، فعنده المهاره وعنده السرعه والقوه اللي يقدر يحسم اهداف بشكل كبير جدا. لكن بنتكلم على لعيبه ممكن مستقبلا ممكن طبعا النادي الاهلي ولاد دايما بيطلع لعيبه بيطلع نجوم مع عماد متعب من النادي الاهلي من ناشئين الاهلي، احمد بلال من ناشئين الاهلي، حسام حسن من ناشئين النادي الاهلي يعني ناس كتيره جدا من ناشئين النادي في العصر الحديث يعني كلهم من ولاد النادي الاهلي لعبوا يعني. فبالتالي طب احمد ياسر ريان يا كابتن، هل حضرتك شايف بعيد عن كابتن ياسر ريان طبعا حبيبنا واخونا كل حاجه، هل حضرتك شايف ان احمد ياسر ان شاء الله قادر ان هو مع بعض مثلا التعليمات الخبرات
يعني الى حد ما في الجونه ما كانش بيلعب بشكل متواصل، لكن احمد ياسر ريان خامته خامه مبشره جدا، خامه محترمه مع المنتخب الاولمبي، بيحقق وبيحرز اهداف. هل حضرتك شايف ان هو قادر يكون خليفه مثلا عماد متعب بما انه مواليد 98 ولسه قدامه عمر طويل ان شاء الله في الملعب؟ احمد ياسر ريان اتصور ان هو ممكن قدامه يعني مشوار كبير جدا مع النادي الاهلي، ان هو يبقى مهاجم النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله ومنتخب مصر، لان هو دلوقتي مهاجم منتخب الاولمبي، فبالتالي وهو اللي متصعد مع النادي الاهلي في الفريق الاول، فواضح ان هو يعني هو اللي جاي قدام. بس يحتاج احمد ياسر ريان ان هو شويه خبرات، والخبرات دي بتيجي من الممارسه، يعني لازم يبقى في مخاطره شويه من الجهاز الفني، موسيماني يدفع بيه ويصبر عليه شويه، ويبتدي اللعيبه اللي حواليه اللي عندها خبرات تدعم وجوده، وهو ياخد ثقه. اتصور هيشتغل كويس جدا، انه احمد ياسر ريان عنده موهبه احراز الاهداف، ودي مهمه جدا ان هو ما بيضيعش كتير، بيعرف يجيب هدف، ودي نقطه مهمه، ودي افضل حاجه في المهاجم ان هو لازم يشوف الجون بشكل كويس يعني. طيب عايز اقول لحضرتك على خط دفاع النادي الاهلي، هل تتوقع ان بدر بنوني يشارك في مباراه بكره، ولا دي مخاطره ممكن موسيماني يعني يستعين باللاعب نفسيا ان هو يكون موجود وسط زمايله زي ما حصل في دوري الابطال؟ طبعا يعني وجوده مع زمايله افتتاحيه لقب مهم، لكن هل حضرتك تعتقد ان ممكن موسيماني يدفع باللاعب مثلا في البدايه في بعض من اوقات المباراه، ولا الموضوع محسوم ان بدر مش هيشارك مع النادي الاهلي غير مع بدايه الموسم؟ لا اتصور وضع صعب جدا، لان هو طبعا لعيب كويس قوي وعنده كوره من ورا، بيعرف يلعب كوره كويس قوي وله طول شامخ كده بشكل كويس، ولكن بتتكلم على لسه جاي ولسه ما فيش انسجام بينه وبين الفرقه، وما فيش تاقلم ما بينه وما بين المدافعين، والمركز ده حساس جدا، فلازم حد يكون رجله اوريدي في الملعب، شاف زمايله كويس، زمايله شايفينه قبل كده، في احساس بينه وبين بعض بشكل كويس. فاتصور وجوده ممكن يبقى على دكة البدلاء، يعيش الموقف، يحس باللعيبة، لكن كدور أساسي أتصور صعوبة. طيب كابتن نادي، في الوقت اللي حضرتك كنت متواجد فيه في مدير كورة للنادي الأهلي ما كانش فيه سوشيال ميديا، يمكن الصفقات المناوشات النكشات بين الأهلي وبين الزمالك كانت بتبقى على الجرايد أو المواقع، ما كانش فيه حد سوشيال ميديا بيرد ولا ياخد خبر ولا يتعمل له شير ولا الكلام ده كله، وبالتالي اللي كان بيرد كان بيرد في التليفون أو فيس تو فيس، وكل الكلام ده احنا كنا عارفينه، فالوضع كان هادي، وبالتالي الأهلي كان بيتفاوض أكيد مع بعض لاعبي نادي الزمالك في الوقت المناسب، الزمالك ممكن يتفاوض مع بعض من لاعبي النادي الأهلي في الوقت المناسب. ولكن يا كابتن هادي في الوقت ده أنا عايز أسأل حضرتك على سؤال مهم، يعني بيقال وكلام كتير على إن النادي الأهلي بيتفاوض مع زيزو في الوقت الحالي، وان زيزو ناقص له سنتين لسه مع نادي الزمالك، وان الموضوع يا كابتن معقد جدا جدا. فانا عايز اعرف راي حضرتك في الوقت اللي كنت متواجد فيه، ازاي كنت تتفاوض مع اللعيبه، ولو حد من الزمالك كنتوا بتفاوضوا امتى، وهل ينفع في وقت غير قانوني تفاوض فيه لاعب، وهل ده يصح ولا ما يصحش؟ يعني انا عايز اسال حضرتك في الحيثيات دي بالظبط تحديدا يعني. لا هو الموضوع عشان التداول الفتره اللي فاتت دي او الايام اللي فاتت دي على زيزو، زيزو لعيب مميز جدا، انا يعني انا ما بشوفه نضج وتالق بشكل كبير مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر، هي انا بشوفه بتبسط من ادائه، يعني لعيب متحرك خفيف، عنده مرونه ورشاقه في الملعب بشكل عجيب جدا، عنده شجاعه، عنده اقدام بشكل كويس، من افضل اللعيبه كانت في مباراه الاهلي والزمالك في افريقيا الماتش اللي فات، فلا هو لعيب مميز. ولكن الطبيعي ان في ثلاث خطوات قانونيه في التعاقد مع اي لاعب، الخطوه الاولى انك بتكلم النادي بتاعه، الخطوه الثانيه ان لو عقده انتهى، لو بينتهي نقصه ست شهور مثلا او فاضل له ست شهور، هم دول الثلاث خطوات اللي تقدر تشتغل فيهم. فطبعا انا يعني اول حاجه الاهلي والزمالك، مش الاهلي عمره ما هيخاطب الزمالك يقول له انا عايز اللاعب بتاعك، صحيح. مش هتحصل. رقم اتنين هو عقده ما انتهاش، لسه ناقصه سنتين. رقم تلاتة مش هو لسه مش بقاله ست شهور وعقده ينتهي. فكل الكلام اللي بيتقال ده انا لما بسمعه بقول ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ مش صح يا كابتن خالص، مش صح. ولا طب هنروح مع حضرتك لسيناريو مختلف. الاهلي دلوقتي بيحاول ان هو عن طريق حد ثالث او رابع يحاول ان هو يملى دماغ زيزو علشان يخليه يجي الاهلي. طب هيجي الاهلي ازاي وناقصه سنتين؟
ايوه ما هو انا بسال حضرتك، هل ممكن مثلا يقول لك كوبري الاهلي هيوديه يحترف بره وبعد كده الاهلي يجيبه؟ طب الزمالك اصلا مش هيفرط فيه، هو الزمالك مش هيسيبه اساسا صح عشان كده؟ يحصل الهرج والمرج اللي احنا بنتكلم فيه. مفيش كده، هو طبعا اي يعني الكلام لما نعقله بس واحنا بنتكلم ان ده لعيب زي انت ما بتتكلم مثلا على لعيب من ابرز اللعيبه عندك قفشه مثلا في النادي الاهلي وماضي مع النادي الاهلي وفاضل له مثلا في عقده 3 سنين، هل من المعقول ان هيجي نادي منافس يبعت للنادي الاهلي يقول انا عايز قفشه، او حد هياخد قفشه يطلعه بره يجيب له عقد بره وبعدين ينقله كده؟ الكلام ده يعني بره العقلانيه شويه. ولا اللاعب هيقبل، ولا النادي الاهلي هيقبل، ولا زيزو هيقبل، ولا نادي الزمالك هيقبل. فالوضع اللي احنا بنتكلم فيه ده حد اجتهد كده وطلع قال كلمتين وخلاص الموضوع اتقفل على كده. ما اعتقدش ان هيبقى ليه يعني حديث في الاعلام بعد كده، لان مالوش اصل يعني. وانا بتكلم على فكره، ما بتكلمش ان انا مسؤول في النادي الاهلي وببرر النادي الاهلي ما بيعملش كده، بس انا فاهم القواعد بس يعني. يعني يا كابتن القاعده دي ممكن تسري على فرجان الساسي، ان هو مثلا ناقص له 6 شهور هتبدا من اول طبعًا. شهر واحد فمن هنا مزبوط. ممكن مثلا لو مسؤول كلم فرجاني ساسي يبقى الكلام معاه قانوني، حقه وممكن يحصل اي حاجه في لعيب طالما قانونا من حق اي نادي يفاوض اي لاعب قانونا. ما تقدرش تقول الاتحاد الدولي انت بتعمل كده ليه، ده قانونا والاتحاد المصري دي لائحه الاتحاد المصري، فما عندكش اي مشكله في القصه دي. طيب كابتن هادي، يمكن بكره عايز اخد حضرتك قبل بس من الوقت يجري بينا، قبل ما اختم مع حضرتك، يمكن النادي الجيش عنده لعيبه مميزه جدا، عايز اقول لحضرتك على بعض اللعيبه وتقولي هل ممكن فعلا يشكلوا بعض الخطوره اللي موجوده على النادي الاهلي ولا لا. يمكن ابرز اللعيبه يمكن محمد بسام حارس مرمى، اعتقد ان هو حارس مرمى دولي في منتخب مصر، احد الحراس المميزين جدا، وكان ليه دور مع الجيش خاصه في مباراه بيراميدز ان هو يصعد بالجيش للمباراه قبل النهائي. كمان محمد ناصف، احمد سمير احرز هدفين في ماتش الزمالك، ناصر منسي، عمرو جمال على دكه البدلاء، يعني عمرو مرعي، اسلام محارب لاعب الاهلي السابق. وبالتالي يا كابتن بنتكلم على لعيبه مهمه جدا في طلاع الجيش. هتلاقي هل حضرتك شايف ان اللعيبه اللي قلت حضرتك عليهم دول سواء في الملعب او على دكه البدلاء فعلا ممكن تشكل خطوره على النادي الاهلي؟ في 4 لعيبه هنا ممكن يشكلوا خطوره على النادي الاهلي. دول 4 لعيبه دول بالذات بقى. مين هما كابتن؟ ليه بقى؟ أول حاجة محمد بسام كحارس مرمى، حارس مرمى رائع متميز، طول وجسمه كويس وعنده خبرات كويسة جدا. فمحمد بسام هيمثل خطورة على النادي الأهلي، مش خطورة هجومية لكن خطورة دفاعية. لأن هو طبعا النادي الأهلي هيحاول يوصل للمرمى بتاعه، وهتلاقي محمد بسام بيتصدى لكور كتيرة جدا، ودي ناتجه من مهاراته كحارس مرمى ان هو قدر يعني يوصل فرقته للنهائي، فده في حد ذاته هيكون عقبه للنادي الاهلي. محمد بسام. اللاعب الثاني هو احمد سمير. احمد سمير احرز هدفين، ضربه جزاء وضربه ثابته، فيعني لعيب شايف نفسه ان هو عنده يعني امكانيات كويسه ويقدر يقدم نفسه بشكل كويس، فهينزل يعني هيبقى مش خايف. خلي بالك، هي النادي الاهلي 20% من مكسب النادي الاهلي الفريق اللي قدامه بينزل وهو خايف، بيبقى خايف من النادي الاهلي مسلم نفسه، فلما يبقى الفريق اللي قدامه لا مش خايف، او لعيبته عندها جراءه زي احمد سمير مثلا، عنده جراءه ان يجيب ضربه جزاء وعنده جراءه ان يجيب فاول حلو جدا. يعني الوضع يا كابتن اختلف دلوقتي، حته ان الانديه تبقى خايفه من الاهلي او من الزمالك اختلف ولا لا؟ لسه لا موجود؟ لا لسه موجود، لسه موجود. يعني الخوف موجود في اللعيبه، حتى لعيبه الاهلي والزمالك بيخافوا، طبيعي يعني طبيعه بشريه. انا لسه بتكلم في الانديه المنافسه اللي بتلعب قدام الاهلي او الزمالك، هل بيخافوا من لون التيشيرت زي ما بيتقال؟ طبعا طبعا بيخافوا من اسم النادي. طبعا، يعني لو قلنا ان الخوف كلمه صعبه شويه على الانديه عشان الانديه ما تزعلش، يعني بيبقى في قلق شويه من لعيبه النادي الاهلي طبعا، لعيبه نادي الزمالك لما ينزلوا قدام الفريق طبعا حتى اكيد اللعيبه اختلاف الاجيال. انت ازاي بقى كمدرب مع اختلاف الاجيال؟ اصل يعني انت بتلعب بطل جيل معين او جيل مختلف. لا انت بتلعب بطل، فانت لازم انت بتبقى في حاله توتر، انت عايز تثبت نفسك قدام حد تاريخيا اقوى منك، فهتعمل ايه؟ فانت هتفضل مشدود ومضغوط بشكل كبير جدا. فدور بقى هنا الاجهزه الفنيه انها يعني تلغي الايه؟ الالوان. ازاي تلغي الوان وتقول ان انت
بتنافس الفريق التاني اللاعب لاعب وابتدي تطلع من ذهنهم بس فكرة التاريخ والبطولات والإنجازات، يعني على الأقل في التسعين دقيقة اللي هم بيلعبوها بس. وده الحنكة بتاعت الإدارة الفنية وإدارة الكورة هناك في أي نادي بيلعب الأهلي والزمالك. فأنت عندك اللاعب الثالث بقى مهند لاشين، لعيب طبعا متمركز طبعًا في نص الملعب بشكل كويس، عنده خبرات عالية جدا، لعيب تقيل في نص الملعب ممكن يفسد هجمات كتيرة للنادي الأهلي. لكن اللعيب بقى الرابع ممكن يكون مثلا ناصر منسي، ده من اللعيبة الأساسية يا كابتن. طب عمرو جمال هل حضرتك شايف انه ممكن يمثل خطورة على النادي الأهلي كونه يعني عايز يثبت نفسه قدام النادي الأهلي وعايز يتألق وعايز يحقق بطولة؟ وارد. مع نادي طلائع الجيش وارد. هو أي حد من الاثنين الفراودة دول سواء ناصر منسي أو عمرو جمال هو أمل حياته في مباراة بكرة إن هو هيحرز هدف في النادي الأهلي. فبالتالي أنا بقول ليه بيمثل خطورة؟ لأن هو هيطلع أقوى طاقة وأقوى جهد وأقوى إعداد هو عمله في الفترة اللي فاتت عشان يعني يثبت نفسه قدام النادي الأهلي. سواء بقى عمرو جمال أو ناصر منسي. والاثنين عندهم مقومات إحراز الهدف. فبالتالي لازم النادي الأهلي ينتبه للموضوع ده. فالاربع لعيبه دول مهمين جدا، محمد بسام، مهند لاشين، احمد سمير، واحد من الاثنين على دكه البدلاء. كابتن هل عمرو مرعي واسلام محارب من اللعيبه اللي ممكن يعملوا قلق مع النادي الاهلي لما يلعبوا؟ عمرو مرعي متحرك جدا، احرز هدف المباراه الاخيره قدام نادي الزمالك، ولاعيب كويس جدا واتصور دوره مهم جدا. لكن اسلام محارب بقى محارب خبره كبيره، سواء كان في النادي الاهلي وعنده قوه في ادائه. يعني اسلام محارب بحس ان هو بينزل فعلا محارب، يعني بينزل مجتهد وما بيتدلعش، بينزل دايما بيأدي الوقت اللي بيلعب فيه بيأدي فيه بنفس القوه بدون اي تخاذل يعني. فطبعا فريق منظم، فريق مجتهد، عنده مدير فني كابتن طارق العشري مميز جدا وليه انجازات في الانديه اللي مسكها. فبالتالي الناس من النادي الاهلي يستعد استعداد جيد لهذه المباراه ان شاء الله بالفوز باذن الله. كابتن هادي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كالعاده بتكون متالق دايما يا كابتن، بنتكلم بشكل فني كده عن ماتشات بشكل عام. فبكره نتمنى التوفيق للفريقين وان شاء الله تكون مباراه مشرفه تليق بنهائي كاس مصر باذن الله. شكرا كابتن ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى مع واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي كابتن هادي خشبه. بعد الفاصل يعني يوم الصحافه محمد عراقي، احمد عبد الباسط، هيثم عويس هيكونوا موجودين معانا بعد التقرير للكابتن شوقي غريب. بعديه فاصل، بعديه هنرجع لحضراتكم علشان نعيش معاكم فقره الصحافه الرياضيه بشكل عام. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. هو الفتره الجايه باذن الله احنا ما عندناش اي حاجه دلوقتي، كان عندنا مباراه اليابان اعتذرنا عليها عشان الدوري العام يستمر، وكان في جلسه مع استاذ مازن بصراحه مشكورا، كل حاجه تمام ومفيش اي مشكله خالص، واتاجلت كانت مباراه يوم 26 كانت في طوكيو واجلناها، وبعد كده هيبقى عندنا بقى الاجنده الدوليه في شهر 3 باذن الله. شفنا عدد كبير من لعيبه المنتخب الاولمبي بيبتدوا يرجعوا الاهلي والزمالك زي ناصر ماهر، زي اكرم توفيق، زي صلاح محسن، زي ابو الفتوح في نادي الزمالك. تعليق حضرتك على قرار عودتهم، وشايف ان هم ليهم فرصه يلعبوا ولا هيبقى صعب الفتره الجايه في ظل النجوم اللي موجوده؟ هم رجعوا انديتهم، هم اصلا كانوا في النادي ومعارين فرجعوا انديتهم، يعني هم ما حدش خدهم وكانوا موجودين، هم كانوا كل واحد كان بيتجه انه يلاقي المكان، وده شرط انا حطيته. بص في النهايه انا محتاج 18 لعيب، يعني في النهايه محتاج 15 لعيب وثلاثة كبار، 15 لعيب لازم يكونوا بيشاركوا. اللاعب اللي بيشارك يبقى له مكان في النادي، اي لعيب يروح اي مكان، بس اللي بيرجع بيته ده رجع بيته. فما تقدرش تتكلم في اي حاجه، في ناس ثانيه شافت ان الافضل لها تبقى موجوده، فهي راحت في المكان اللي هي شايفاه افضل لها، زي عمار مثلا شاف في نادي الاتحاد، زي في لعيبه كتيره بتبقى شايفه ان السكه بتاعتها تبقى موجوده في مكان تلعب فيه وتشارك فيه عشان تبقى تظهر في الصوره. انا في النهايه قدامي اللعيبه، تقييم اللعيبه قدامي، انا مش معقول هنبدا الموسم من دلوقتي ولغايه شهر 6 واخد لعيبه ما بيلعبش، هيبقى صعب. تعليق حضرتك على المشاركه الاولى لطاهر محمد طاهر امبارح مع النادي الاهلي في الحبه اللي احنا شفناهم دول؟ سعيد بمشاركته، سعيد بمشاركه صلاح محسن، وكنت اتمنى ان يشارك ناصر ماهر ويشارك اكرم، وكلهم كانوا موجودين، فاتمنى باذن الله خلال المرحله اللي جايه ان احنا نشوف اللعيبه دي كلها بتشارك. اخيرا تعليق حضرتك على شكل المنافسه في الموسم الجديد؟ والله شايف الفرقه كلها مستعده، الفرقه كلها عندها فرص كتيره، المنافسه مش هتبقى صعبه السنه دي كمان اكتر من السنه اللي فاتت، سواء على اللي بينافس على الهبوط او سواء على اللي بينافس على الدوري او سواء اللي منطقه بتاعه النصر.
ناس كتير دعمت، شايف اللعيبه دعمت، شايف لعيبه كتير انتقلت، يعني كان في حراك بشكل كويس خلال الفتره دي، لعيبه كتير رجعت انديتها، الانديه دي عوضت بلعيبه ثانيه. نتمنى كل ده يبقى ظهور لعناصر جايه من المنتخب الاولمبي. في اخر تجمع احنا اشركنا 5 لعيبه من المنتخب الاولمبي اول مره شاركوا، اتمنى برضو في كل مرحله ان احنا برحب بحضراتكم من جديد. يعني دايما زي ما حضراتكم متعودين بتكون فقره الصحافه والنقد الرياضي فقره كلها كواليس كلها حصريات، انا دايما بكون مستمتع وانا موجود معاهم. فخلونا نروح نرحب بضيوفنا الناقد الرياضي الاستاذ محمد عراقي. مرحب بيك يا استاذ محمد. ازيك يا استاذ عمر، منور ومرحبا طبعا استاذ هيثم واستاذ احمد عباس. طب انت حرقت لي الضيوف. لا يعني استاذ احمد عباس، استاذ احمد عباس الناقد الرياضي برحب بيك. مبسوط جدا انا معاك يا عمر، برحب شرف بيك وعراقي وبهيثم، وده شرف لي انا على راسي. استاذ هيثم برحب بيك. اهلا وسهلا كابتن عمر، طبعا سعيد جدا بالكوكبه الجميله اللي انا معاك. ابدا يمين ولا شمال؟ خليك في اليمين بقى. ابدا اهل اليمين. طيب عباسط، يمكن عايز اسالك واروح معاك للاحداث والكواليس اللي بتحصل، لكن خلينا اروح معاك لاخر المستجدات اللي بتحصل في اتحاد الكوره. اتحاد الكوره من لجنه خماسيه لجنه ثلاثيه، البعض بيسال ليه خماسيه بقت ثلاثيه، ليه مش رباعيه؟ في نفس الوقت ايه اللي هيحصل في الانتخابات واللائحه هيتم تسليمها امتى؟ كل الكواليس بقى قولها لي من غير ما اسالك اسئله كده. يعني خلينا عشان الملف ده نقفله او نوضحه للناس بصوره بسيطه. انه في خطاب جه للاتحاد المصري قال لهم انتوا لجنه خماسيه بقت ثلاثيه. الخطاب بيقول انه في استحقاقات كان المفروض تتعمل، الا وهي الجمعيه العموميه لاعتماد اللائحه، نمره 2 ان انت تعمل الانتخابات. عملت استحقاق واحد، فاضل الاستحقاق الثاني، فبالتالي احنا بنقلص العدد من 5 لـ3. طب ليه الناس بتقول ما جاش اسماء؟ طب ليه مين اعتذر او مين ما اعتذرش؟ برضه لازم الناس تعرف انه الفيفا بيبقى فيه المجلس اللي هو المجلس الكبير 24 عضو، ولكن في حاجه اسمها مجلس المكتب التنفيذي، ده بيطلع توصيات. الخطاب لما وصل من المكتب، من مكتب المجلس التنفيذي اللي هو الخمسه اللي فيهم فاطمه سموره اللي هي السكرتير العام، بعتوا انه يا جماعه لا، انتوا لازم تقللوا العدد ليبقى لـ3 بس مش 5، وبناء عليه انتوا هتدونا اللائحه في خلال 10 ايام من تاريخ اقامتها بتاعه الجمعيه العموميه. يعني هي اللائحه اتعملت يوم 30، فانت معاك لحد يوم 10 تبعت لي اللائحه اللي انت عملتها مع الجمعيه العموميه. طيب هل الفتره اللي جايه دي هتشهد ايه يا عمر؟ انه ليه الكابتن محمد فضل اعتذر؟ ليه الدكتور احمد عبد الله اعتذر؟ وان كانت ما اعلنوهاش هم رسميا يعني، ولكن كانت كلها من خلال تسريبات من خلال اللجنه الاعلاميه الخاصه باتحاد الكوره، ولكن هو بلغه الكوره كده او بلغه العاميه في الشارع قال لك ايه، نتغدى بيهم قبل ما ايه ما يتعشوا بينا يعني. ان انا اعتذر لان انا عارف لو ما بعتش الاسم هيجي لي اسمي بعد 10 ايام. بمجرد وصول اللائحه النهائيه من اللجنه الثلاثيه اللي اصبحت ثلاثيه حاليا في خلال 10 ايام بحد اقصى يوم 10، هيتبعت خطاب تاني يوم مباشره للاتحاد المصري لكره القدم، يا جماعه احنا بنقول لكم شكرا، اللائحه الاسماء الثلاثه اللي موجودين هيبقى الاستاذ عمرو الجنايني، الدكتور جمال محمد علي، الدكتوره سحر. هل ممكن يبقى فيه كابتن محمد فضل او الدكتور احمد عبد الله؟ ممكن، بس هل الكابتن محمد فضل بعد ما اعتذر هيقبل ان هو يرجع، او الكابتن احمد عبد الله هيقبل ان هو يرجع؟ لا مش هينفع، لان هو تم ابلاغ الفيفا ان الاثنين اعتذروا بصفه نهائيه. الاتحاد المصري هيبعت مباشره خطاب للانديه، انا بدعوكم الجمعيه العموميه بعد 45 يوم. طيب احنا بنروح هنا داخلين على فتره كورونا، وممكن يبقى في شويه ازمات ان احنا ما نقدرش نعمل تجمعات او ان احنا نقدر نعمل جمعيه عموميه. في الحاله دي هو الفيفا زعلان شويه من الاتحاد المصري. احنا اللائحه اللي تم اعلان عنها دي خلصانة اصلا من شهر 11/2019، انتوا ليه ما طلتوا 7 شهور كمان، او ليه ما طلتوا 10 شهور كمان، واحنا كنا محتاجين نخلص الاستحقاقات دي في فترة السنة الاولانية. انتوا بقالكم 18 شهر وما انجزتوش المهمة. فكان رفع 2 من اللجنة الخماسية كعقاب من الاتحاد الدولي للاتحاد المصري. طب معلش انا عايز اقف معاك نقطة كابتن محمد فض، هل اعتذارهم دي علاقة بالترشح في الانتخابات؟ دي نقطة مهمة جدا وكويس ان انا كنت هنساها. شوف لما حد بيحط بيقولوا ايه السم في العسل، او السم حطيت السم لنفسي في الاكل، ما ينفعش ان انا خلاص هاكل، او لو اكلت خلاص هموت. ابقى انا عارف هو بمجرد اختيار هذه اللجنه الخماسيه ما فيش عضو من الاعضاء الا موقع اقرار ان انا لا اترشح، نمره 1 لا اترشح للانتخابات التي ستقام على هذه اللائحه. نمره 2 اللجنه نفسها حطت بند تعرض المصالح. بند تعرض المصالح لما اكون انا لجنه عامله اللائحه، طب ما انا اكيد لو انا هينفع اترشح يبقى انا عملت بنود بتخدمني. لكن بند تعرض المصالح اللي هم حطوه فهو ده اللي هيمنعهم كمان من الترشح، بجانب الاقرار اللي هم موضوعه على انفسهم ان هم مش موجودين في انتخابات. هم اعلنوا يا احمد ان هم كده كده مش هترشحوا. هم اعلنوا بس يعني ده سؤال لانه اعلنوا بالظبط، لكن هو بيتردد في الفتره الاخيره ان هم قدموا استقالاتهم او ان هم هيعتذروا عشان بحيث ان انا يبقى ليا الاحقيه ان انا خرجت من، لان اللجنه الخماسيه لو مش لجنه انتخابيه كان ممكن يتاح ليها ان هي تترشح، لكن هي اللجنه الانتخابيه اللي هتدير العمليه الانتخابيه. هم كده خرجوا من اللجنه الانتخابيه، فهل ممكن يترشحوا؟
هو ما فيش حاجه في القانون المصري بتمنع، لكن هم بالنسبه لهم مضوا اقرار ان انا ما اقدرش اترشح لانه في بند تعرض. ده الاهم من الاقرار كمان يا احمد، انت النهارده لما تطلع تعلن وتقول ان انا مش هترشح وخلاص اعلنت كده قدام الراي العام وتيجي تترشح بعد كده، اعتقد ان ده طبعا هيبقى امر هتفقد يعني مش في في فقدان المصداقيه يعني. هم يعني هم بالنسبه لهم موضوع الترشح في الانتخابات الجايه دي امر مقفول، ولكن برضه عشان نقفل بالظبط موضوع الاقرار وموضوع تعرض ممكن نفكر، لان يعني انت عارف احنا هنا طبعا كل الناس بتقول ان المهندس هنا ابو رضا رئيس اتحاد كوره، فجاه ممكن تلاقي الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد كوره، الحاج محمود الشام عايز يبقى انت وصلت الحته عايزك تقفلها. انت قلت لي في حاله ان كورونا والتجمعات ممكن ما يبقاش في تجمعات ومفيش جماعه، ايه اللي ممكن يحصل في هذه الحاله؟ الفيفا لن يمد للجنة الثلاثية، لأنه الفيفا فحرج أمام الاتحادات الأخرى لأنه لم يطبق مثل هذا في أي اتحاد آخر، أو أنه يمد لأي لجنة بالطريقة اللي بتحصل عندنا في مصر. ففي هذه الحالة سيتم تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بتسيير الأعمال إلى في الفترة، في الحالة دي بقى هيتم تسييرها إلى ما بعد الأولمبياد، بحيث أن احنا نطلع من إيه؟ ان ده يبقى المجلس سنه، يبقى المجلس اربع سنين، خلاص هنأجل الانتخابات خمس ست شهور بحيث ان هي تتعمل بعد الاولمبياد، فخلاص بقى يبقى المجلس يجي لمده اربع سنين ويمشي مع كل الاتحادات الثانيه. طيب استاذ هيثم خلينا نروح معاك بقى لنادي الزمالك، ويمكن نادي الزمالك ويعني حل المجلس السابق في نفس الوقت تولي مجلس مكون من ثلاثه اعضاء مستشارين لتسيير الاعمال الى حين اجراء انتخابات او الى حين انتهاء التحقيقات مع المجلس السابق. شايف المستقبل الخاص بنادي الزمالك شكله عامل ازاي بشكل عام؟ لا طبعا هو يعني النادي اللجنه المؤقته ديت لجنه مباشره جدا من ساعه ما جت، يعني فرضت حاله من الاستقرار، بالاضافه طبعا ان ادت يعني بالبلد كده العيش لخبازه طبعا اما جابت لجنه الكره طبعا كابتن ايمن يونس، كابتن عبد الحليم علي، كابتن اشرف قاسم، الموضوع ده ادى لحاله من الاستقرار. يمكن هم طبعا كان يعني حظهم سيء ان مباراه الدور قبل النهائي امام طلائع الجيش والخساره في نصف النهائي، يمكن الماتش ده لو كان اتاخر شويه كانت ممكن يبقى النتيجه افضل. طبعا كانوا خارجين من الهزيمه من نهائي طبعا دوري الابطال قدام الاهلي، ثم يعني تعيين لجنه مؤقته، يعني ما كانوش لحقوا يشتغلوا او ما بانش شغلهم، ولكن انا شايف الملفات كلها اللي حاليا اللجنه مؤقته ماشيه عليها، تمديد عقود اللاعبين، تمديد فرجاني ساسي او اشرف بن شرقي والجلوس معاه مصطفى محمد، تعديل عقده هو والونش ومحمد ابو جبل، يعني كل الملفات اللي هم شغالين عليها انا شايفها ان هم ماشيين على الخطى، لكن هو بقى يمكن عايزين هدوء من الجمهور الزمالكاوي انه يهدى، يكون عنده ثقه شويه في اللعيبه. يمكن برضو حاجه ما نقدرش ننساها كابتن ايمن يونس وتصريحه بالامس على التمسك باحمد سيد زيزو، طبعا اما الاشاعات خرجت بالامس عن يعني مفاوضات النادي الاهلي او الانباء اللي خرجت عن برضه، طبعا النادي الاهلي نفى هذه المفاوضات، ولكن هو يمكن قعد مع اللاعب واللاعب ابدى تمسكه وقال ان انا مركز ومش بفكر في الاحتراف سواء الداخلي او الخارجي. طبعا كل هذه الملفات بتدي طمانينه لجمهور نادي الزمالك، خلينا نقول يعني بمصداقيه ان جمهور نادي الزمالك على السوشيال ابدى طبعا يعني استياءه او تخوفه من موقف الفريق، خاصه ان الدوري خلاص على الابواب يوم 11 ديسمبر. فانا شايف ان الفتره اللي فاتت ديت والفتره اللي جايه الزمالك يعني هيرجع للعهد بتاعه اللي احنا عارفينه في مع المجلس السابق، والفريق قادر على المنافسه، يمكن اقرب بطوله الدوري قادر على المنافسه، ويعني السير في طريقه صحيح ان شاء الله. عراقي يمكن يعني نادي الاهلي عايز اتكلم معاك في كذا ملف، اول ملف موضوع احمد الشيخ، احمد الشيخ هيروح فين؟ رحيل صالح جمعه، رحيل باتشي، كمان الكلام هاخد من كلام هيثم على موضوع زيزو سيرينو، الناس كلها تسأل سيرينو، بس انا بكلمك باخد التسلسل من اللعيبه اللي الاهلي يمكن استغنى عنها، اخدك كمان لامير توفيق قصه زيزو، كلام كابتن هادي كنت سالته هو رد، واخيرا موضوع سيرينو. تبدا بمين؟ اختار انت بقى، قول لي احمد الشيخ هيروح فين؟ طيب احمد الشيخ، احمد الشيخ طبعا يعني كواليس كده رحيله، احمد الشيخ اساسا طبعا احنا عارفين قصه ان هو من ساعه ما جه كان طلع مرتين اعاره، الاهلي يمكن جاله عرض رسمي من احد الانديه التشيكيه، نادي اسمه سيجما، النادي طلب استعاره احمد الشيخ لمده موسم، ده قبل ما الاهلي يعلن رفع اسمه القائم. الاهلي ناقش العرض ووافق عليه فعلا وكلمه مع احمد الشيخ في الموضوع، بس احمد الشيخ ابدى تحفظه على الموضوع واكد ان هو مش حابب يخرج تاني على سبيل الاعاره، يعني هو يمكن شايف ان فكره ان انا اخرج اعاره مره في اثنين في ثلاثه ده مأثر عليه وما بتخلوش يقدم افضل مردود بالنسبه له. فاعلن بشكل رسمي ان هو مش موافق على فكره الاعاره، انا بالنسبه لي يا مكمل في النادي الاهلي يا اما ارحل بشكل نهائي، سواء بقى بيع، سواء يتم يعني الاستغناء عنه. برده كان عنده عرض من بيراميدز، طبعا كلنا نفتكره ان كان في طبعا كلام عن صفقه تبادليه كبرى بين الاهلي وبيراميدز، كان احمد شيخ هيروح بيراميدز، محمد فاروق هيجي النادي الاهلي، بس طبعا يمكن موسيماني والاهلي صرف النظر عن فكره التعاقد مع فاروق،
بيراميدز عرض رقم ما كانش عاجب النادي الاهلي. المهم الوقت طبعا في الاخر بقى خلاص الوقت اتزنق مع الاهلي واحمد شيخ رفض عرض سيجما وبيراميدز تراجع عن الدخول في يعني استمرار في المفاوضات، فبالتالي الاهلي كان مضطر ان هو يرفع اسم احمد الشيخ، خصوصا ان ظروف القايمه او ظروف عدد اللعيبه اضطروا ان هو يستغنى عن اكتر من لاعب منهم طبعا صالح جمعه كمان مش احمد الشيخ بس. فبالتالي بس موقع ترانسفير ماركت كتب ان احمد الشيخ لعب في بيراميدز، لا يعني بشكل عام لا يعني ده مش ده موجود يعني بس مش مقياس ان اللاعب خلص طبعا بيراميدز. لا بس أوكي. طبعا في مفاوضات مع بيراميدز، في مفاوضات قويه جدا مع بيراميدز وده مش من النهارده الكلام ده. الزمالك لا لا طبعا الزمالك هو اقوى نادي ممكن نروح احمد الشيخ لحد دلوقتي، احنا كتبنا الكلام ده وفي اليوم السابع عندنا من تقريبا من 3 ايام او 4 ايام ان احمد الشيخ خلاص تقريبا يعني موقع في الزمالك او موقع عقود مبدئيه عشان يبقى كلام يعني بشكل محدد، موقع على عقود مبدئيه مع الزمالك وده في جلسه لا ينفوا زي ما هم عايزين. انا باكد لك على مسؤوليتي معلش مع احترامي بقى لاي مسؤول ينفي احمد الشيخ قولا واحدا كده. احمد الشيخ قعد مع اشرف قاسم مع كابتن اشرف قاسم وقعد مع كابتن ايمن يونس واتفقوا وفعلا تم زي عمل اتفاق، بس ما كانش تم الاتفاق بشكل كبير على المقابل المادي. انا اعرف ارقام وكده بس مش حابب اتكلم في ارقام شخصيه لان يعني ما اعتقدش ان هي مهمه قوي. المهم ان هو كان في اختلاف على بعض البنود الماديه في عقد احمد شيخ مع الزمالك، كان البنود دي ممكن تتعوض له في بيراميدز، فبالتالي هو كان الموضوع متعلق. وبرده الزمالك كان احنا دلوقتي شايفين طبعا زي ما عز هيثم قال ان الزمالك عنده دلوقتي تقريبا كتيبه بتقود النادي. زمان كان اللي بيقود النادي شخص او اثنين، شخص او اثنين لو يعني او اثنين اللي ممكن يكونوا ليهم قرار. دلوقتي احنا بنتكلم في 6-7 قامات، تكلف اشرف قاسم، تكلف كابتن طبعا مع الاحترام طبعا للنادي كلها مع الاحتفاظ بالالقاب كابتن عبد الحليم علي كابتن اشرف قاسم غير طبعا اللجنه القانونيه اللي بتدير النادي غير طبعا الناس المقربين منهم، يعني انا اقصده ان في ناس كتير جدا بتدير لجنه الحكماء دكتور لدرجه ان تم عمل تصويت لجنه الحكماء طبعا تم عمل تصويت على احمد الشيخ وكان كابتن ايمن يونس هو الوحيد اللي رافض التعاقد مع كابتن احمد الشيخ وفي ثلاثه كانوا موافقين اللي هو كابتن عبد الحليم علي كابتن اشرف قاسم والمستشار محمد عطيه اللي هو المفروض يعني مسؤول من قبل اللجنه عن مع لجنه الكوره. فالساعات الجايه طبعا باتشيكو طبعا اكيد هو ليه القرار الاخير. اعتقد لو باتشيكو ادى الضوء الاخضر للتعاقد مع احمد الشيخ، احمد الشيخ هيكون لاعب في الزمالك في الايام الجايه، لو ما تمش انتقاله للزمالك هيكون لعيب في بيراميدز. طبعا انتقال طبعا صالح جمعه، يمكن صالح جمعه تم عرضه برده على الزمالك وتم عرضه على بيراميدز على فكره برده، بس يمكن تم رفض يعني شافوا ان الفتره اللي فاتت ما كانش بيؤدي بافضل شكل مع الاهلي فتم التراجع عنه. احمد سيد زيزو بس برده انا ليا حاجه انا مش فاهم اساسا ايه سبب الانقلاب على السوشيال ميديا. لعيب موجود في نادي حتى لو حد فاوضه ما يفاوضه، هو اللعيب لو متمسك في الزمالك هيفضل في الزمالك، هو فاضل له سنتين في عقده يعني احنا بنتكلم في سنه كمان من حقه يوقع لاي نادي. فلو حد كلمه ونص. ماشي سنه ونص مش ده الموضوع برضو أوكي. مش دي الحاجه اللي هنقف عندها ونقول ان اداره الاهلي ليه عملت كده طبيعي. طب ما في لعيبه كتير في الاهلي على فكره اداره الزمالك مكلماه وعلى فكره من قبل موضوع زيزو ده خالص. انا بشوف ان دايما اللعيب المتمسك بالنادي هيفضل متمسك بالنادي، واللعيب اللي بيفكر انه يمشي او بيجري ورا الفلوس هيجري ورا الفلوس، وده حصل يعني الاهلي نفسه ما في لعيبه كتير جدا مشيت منه وهي اساسا يعني كنا بنقول عليه اللي هو مستحيل تمشي ومستحيل تقول ان هي تمشي من النادي ومشيت. اذا خلاص اذا زيزو لو هو عايز يجي الاهلي هيجي الاهلي، يعني ما نقعدش بقى نتكلم هو يقول لك لا انا ما عنديش وكيل ومش عارف مين يقول لك لا ده مش عارف ايه. هو الموضوع وطبيعي جدا لعيب كويس احمد زيزو لعيب كويس جدا فطبيعي جدا هيبقى مطلوب، هو اشمعنى لما يجي له عرض من اوروبا يعني. وكمان دلوقتي على فكره انا عايز اقول لك على حاجه بقى ويمكن دي مفاجاه انت مش هتتوقعها يعني. النهارده الاهلي والزمالك الوضع الفتره الجايه هيبقى مختلف جدا، وممكن تلاقي ان نادي الاهلي بيشتري حد من الزمالك والزمالك بيشتري حد من الاهلي. واقول لك على مفاجاه اكبر، احمد الشيخ وصالح جمعه قبل ما يتم رفع اسمهم من القايمه قالوا لهم نصا كده هاتوا عرض من الزمالك وامشوا. الاهلي اتكلم مع احمد، انا بقول لك كلام عن مسؤوليتي، الاهلي اتكلم مع احمد الشيخ واتكلم مع صالح جمعه اللي هو تم رفع اسمهم من القايمه بفري قبل ما يمشوا هاتوا عرض من نادي الزمالك مناسب وامشوا. مفيش بعد كده. ففكره ان لعيب من هنا يروح من هنا ولعيب من هنا يروح من هنا على فكره في ظروف طبيعيه وفي ظروف ان مفيش مشاكل بين اداره الناديين ده امر وارد جدا مفيش اي مشكله. اخر حاجه برده عشان ما اطولش قصه سيرينو على فكره الاهلي لحد النهارده بيتفاوض معاه، يمكن انا يمكن انت قلت خبر طبعا مهم عندك امبارح ان انت تواصلت مع سيرينو واكد لك ان في مفاوضات قويه جدا جدا، بس الصفقه صعبه وصعبه جدا لحد دلوقتي سان داونز طالب 5 مليون دولار بس لو ما حصلتش دلوقتي هتبقى في يناير اعتقد. لان وفي حاجه ثانيه برده مهمه ان سان داونز في الاول كان طالب لعيبه من الاهلي على فكره فعلا كان طالب حسين الشحات وكان طالب ايمن اشرف والاهلي طبعا يعني زي مش ما ردش على الموضوع يعني قالوا لهم مش هينفع نرد على طلباتكم ديت، فبالتالي قال لهم خلاص احنا 5 مليون دولار متمسكين بالرقم. الاهلي بيعمل ايه دلوقتي؟ الاهلي بيحاول يقلل الرقم ده ان هو العرض دلوقتي دايما الاهلي بيعرض رقم اقل بكتير، يعني انتوا طالبين 5 طب احنا هندفع مليون
هندفع 2 مليون بيحاول يموت لحد ما يوصلوا. اعتقد لو تمت الصفقه ممكن تتم في رينج 3 مليون لو تمت في الانتقالات ديت، بس هي لحد دلوقتي اللحظه انا بكلمك فيها دي هي صعبه وصعبه جدا. لو ما تمتش دلوقتي اعتقد ان هي هتتم في الانتقالات الشتويه. عباسط يمكن عايز اسمع منك تعليق على الزمالك، ويمكن عايزك تقول لي على انتقال امير عادل لصفوف نادي الزمالك، وهل انت شايف ان امير عادل ممكن يكون عائق بالنسبه للزمالك ان هو يتعاقد مع احمد الشيخ؟ لكن بشكل عام عايز اخد منك تعليق على مجلس الاداره المعين في الوقت الحالي، كابتن ايمن يونس، الكابتن عبد الحليم، الكابتن اشرف قاسم، عندهم ملفات كتيره جدا. جم فرجاني ساسي يعدوا بيخلص، كلام على بن شرقي، الكلام على زيزو، يعني وجع دماغ كتير قوي. طيب انا هرد على الحته بتاعت امير عادل واحمد الشيخ كده في عجاله، انه الناس اللي جايه الله يكون في عونها اللي عامل الوقت ضيق، خصوصا انت داخل على فتره القيد بتقفل، فبالتالي الصفقات او المتاح بالنسبه لهم هيبقى قليل، فهتلاقي امير عادل، هتلاقي احمد الشيخ، هتلاقي صالح جمعه، مش هتلاقي الصفقه اللي تعمل بوم. احمد الشيخ لعيب كويس يفيد نادي الزمالك اعتقد من وجهه نظري، مش عارف اصلا يفيد نادي الزمالك، بس في وجود مثلا زيزو او وجود بن شرقي او وجود الناس دي اعتقد ان احمد الشيخ ما يفيدش نادي الزمالك لو اللعبة دي لسه موجوده في نادي الزمالك. واعتقد ان هم هيفضلوا مكملين. احمد الشيخ برده مشي من النادي الاهلي ما كانش بيعلم قوي لانه ما بيلعبش، لما كان بيخرج بره ويلعب وزي ما عراق قال فتره الاعارات اللي كان بيطلعها كتير كانت مأثره عليه. ولكن ان اللجنه بتتعاقد مع امير عادل او ان هم بيفكروا في احمد الشيخ او ان هم بيفكروا في لعيبه ثانيه، هم عامل الوقت بالنسبه لهم اللي هيحكمهم عمر مع عدد القائمه اللي سجلوه، فبالتالي دي الحته الخاصه بالصفقات. ولكن الحته الخاصه بنادي الزمالك، انا بمجرد ان انا اعلنت ان انا طالع معاك فالناس بتسال هل ان احنا نطلع النهارده هنقول مثلا انه ما كانش ينفع المجلس القديم يمشي، طب المجلس اللي جاي الجديد هو المفروض ان احنا هندعمه، طب هنعمل ايه؟ لا، انا احنا لنا وجهه نظر ثانيه، احنا بنتكلم ممكن بنتكلم بناء على معلومه، وده اللي انا بحبه يعني، او عراقي او هيثم. انت احمد عباسط معلوماتي. يعني الواحد بيحب يتكلم بناء على معلومه، او لما اقول راي اقول راي مبني على معلومه. ولكن في الموضوع ده انا شايف الناس مزوده الموضوع خالص عراقي، بمعنى انه اولا ما فيش كيان هيقف على مخلوق طبعا، لا الاهلي وقف على مع الله يرحمه الكابتن صالح سليم، ولا وقف على الكابتن حسن حمدي، ولا هيقف على الكابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه، ولا نادي الزمالك وقف على حلم زمورة، ولا هيقف على كمال درويش، ولا وقف على مرتضى منصور. فبالتالي كل راعي مسؤول عن رعيته. انا دلوقتي كنت رئيس نادي الزمالك لفتره معينه او لوقت معين في نادي الزمالك، انا عملت انشاءات، عملت ما لا يعمل نادي الزمالك واللي قبلي ما عملوش، فده انت تشكر عليه لانه انت بخلد اسمي، بخلد اسمي اعضاء انت اقوى. انت تقدر تعمل اللي قبلك ما قدرش، ممكن اللي بعدك ما يقدرش، ولكن دي حاجه تشكر ليك، وحاجه مش مفترض ان انت اللي تقولها، لازم الناس هي اللي تقول لك عليها وهي اللي تشكرك عليها. دي نمره واحد. نمره اتنين، انه العمل ده تطوعي، وانا قبلت ان يعني قبلت ان العمل ده يكون عمل تطوعي، فطالما ان انا قبلت عمل تطوعي وان انا اقعد على كرسي رئاسه نادي الزمالك او كرسي رئاسه النادي الاهلي، فاكيد انا اللي هستفاد من اسم النادي ومن كيان النادي، مش العكس اللي بيحصل. فاذا احنا واصلين لمرحله انه نادي الزمالك عنده مجلس مشي ومجلس جه، والمجلس اللي مشي في مشي بموضوع بالقانون انه في مخالفات وراحت للنيابه. ماذا لو خرجت النيابه وقالت انه المجلس ده بريء؟ يرجع المجلس مكرما معززا وحقه رجع قدام الناس كلها، لانه وزاره الشباب والرياضه عامله لجنه معاها ضبطيه قضائيه فحولت الموضوع للنيابه. ماذا لو مدان؟ القانون هو سيد قراره خلاص، احنا ما نقدرش نتكلم. يبقى اذا المطلوب من الكل في هذه الفتره، طالما هم كله ابناء نادي الزمالك، وطالما هم كله يعني شغالين على المصلحه، اللي فات واللي جاي واللي مشي، اذا احنا محتاجين انه نادي الزمالك المحافظه على الكيان مع الناس اللي موجوده. بس في مشكله، معلش بنقطع كلامك، يعني في مشكله كبيره جدا من وجهه نظري في قصه الزمالك. دايما اللي يقول لك المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. لا، الزمالك طبعا كل الناس اللي موجوده قامات كبيره جدا، يعني لما تتكلم عن كابتن اشرف قاسم، تتكلم عن كابتن عبد الحليم علي، تتكلم عن كابتن ايمن يونس، قامات كبيره جدا. بس انا مش فاهم الاختصاصات، يعني لحد دلوقتي انا مش فاهم مين اللي بيختار الصفقات، مين اللي بيجيب مع باتشيكو. انت ذكرت ده في الاول انه يعني فكره الناس الكتير ساعات بتبقى نقمه، مش بس نعم. انت قلت انه بص، عشان برضو ما فيش حاجه يعني اتاخدت، الحاجات دي متاخده من شهر، ما تم تعيينه في نادي الزمالك دي قرارات متاخده من شهر، وتم تاجيلها لما بعد مباراه دوري الابطال يعني. ولكن انت قلت في الاول انه في قامات كبيره واسماء كبيره موجوده، وما حدث في نادي الزمالك هو توزيع ملفات وتوزيع مهام، انه اللجنه اللي موجوده اللجنه القانونيه اللي على راس الاداره اللي هم الثلاثه المستشارين المحترمين، المستشار محمد عطيه موجود مع اللجنه الفنيه الخاصه بالكوره، الكابتن ايمن يونس، الكابتن اشرف قاسم، الكابتن عبد الحليم علي. لجنه الحكماء عايزه ترجع الناس القديمه، عايزه ترجع اسم نادي الزمالك، اللي هو انه كان في ناس كتير احنا بنسمع تم منعهم من دخول نادي الزمالك او ما شابه، فبالتالي عايزين يعملوا دستور جديد لنادي الزمالك، فتم توزيع الملفات، وده متفق عليه مش من دلوقتي، يعني مش مجرد ما تم الاعلان عن اللجنه
فتم اختيار الكابتن ايمن يونس. لا هو كل واحد معاه ملف عراقي لان الموضوع صعب. لا بس انا عايز اقول لك بس يعني معلومه يعني ودي معلومه على فكره مش مجرد توقع. انا بس يعني كنت قلت الموضوع ما كنتش حابب اتكلم فيه بالتفصيل بس لا هو معلومه على فكره كان في تضارب في الاختصاصات بشكل كبير وفي ناس هددت بالاستقاله وفي ناس هددت ان هي تمشي وانا شايف ان ده طبيعي وفي ناس طلبوها وما جاتش وفي ناس طلبوها وما جاتش مظبوط وفي ناس اعتذرت بس زي كابتن احمد رمزي بس انا اقصده ان انت النهارده لما بيكون قامات كبيره قوي وكلهم تقريبا انا بشوف ان هو تقريبا بيأدوا نفس الدور يعني انا النهارده ممكن يعني كمثال احمد الشيخ كمثال ممكن احمد الشيخ ده يبقى صفقه مهمه جدا للزمالك لو جه ممكن يكون بيأدي بشكل كبير ممكن التصويت مثلا مع ثلاثه لما يكونوا سبعه مثلا فاربعه يقول لك لا او ثلاثه فما يجيش ممكن هو لو كان جه كان يبقى صفقه مهمه جدا. اللي انا اقصده ان انت النهارده لا لازم النهارده ديت مثلا مسؤوليه كابتن ايمن يونس خلاص يبقى كابتن ايمن يونس هو المسؤول. ممكن يكون في معاه مجموعه مستشارين بس كل واحد عارف ان في الاخر القرار قرار كابتن ايمن يونس. بس انا النهارده فكره ان انا ابقى جايب ناس كبيره ناس مهمه جدا انا النهارده اهو احنا مثلا صحفيين وبعدين بنتكلم في موضوع في جورنال معين الموضوع ينزل او ما ينزلش او موضوع يتعمل بطريقه معينه او يتعمل بطريقه ثانيه ممكن انت تختلف معايا او انا اختلف معاك. لو ما فيش فينا حد هو صاحب القرار في الاخر تمام هتحصل مشكله بس حتى لو احنا فنيين عليه. انت قلت في تضارب وفي ناس ممكن تقدم استقاله ودي معلومتك يعني انا بحترمها. لا هو الدنيا اتلمت يعني الدنيا لا ما عنديش يعني. المعلومه بس برضو لازم اقول لك انه انت يعني من اهم الناس اللي منوطه بتغطيه النادي الاهلي وقريب جدا. انا بضرب مثل ليه لان هم دول اهم كيانين للرياضه في مصر. بدر بنون انا اعرف كويس جدا ان هو مش من اختيار المدير الفني موسيماني هو متفقين معاه قبل وجود موسيماني. ممكن موسيماني يجي انا عارف ان هي صفقه كويسه ممكن موسيماني لا هو يعرفه بالظبط ممكن يقول لك مثلا مش عاجبني طبعا فده مش معناه انه تضارب قرار. لا ما هو حسب محمد ابراهيم بالظبط اللجنه كانت محتاجه محمد ابراهيم وفايلر كان عايزه فايلر كان محتاج بادجي اللي هو المهاجم بادجي وفي نفس الوقت كان في ناس ليها تحفظات عليه وهو من اختياره. القصد هنا ان ده امر صحي. انت قلت ان في ثلاثه موافقين على احمد الشيخ في واحد رافض هنا التصويت هيفرق مع الموضوع. لا بس انا معلش انا بس مختلف معاك في قصه المقرر معلش يعني دي ليه بقى دايما الاهلي عنده حاجه مهمه جدا القرار الفني للمدير الفني هو في لجنه تخطيط يترأسها كابتن محمود الخطيب. لا انا عايز اقول لك ان مش هو صاحب القرار النهائي بيرجع دايما للمدير الفني بس في الزمالك عمر المدير الفني ما كان صاحبه. هو انا هنا مش بحط نفسي كمدافع عن الزمالك او لا بدون دفاع نجوم ده تاريخ بيقول كده ولا انه انا بتكلم على ان انا اعمل مقارنات بين الناديين بس انه ان احنا نتكلم في الوقت الحالي انا كنوع من انواع اذا ما حدث في النادي الاهلي مع الاسماعيلي مع المصري مع اي نادي هيكون ليا دعم جدا للكيان او الاسم لانه لا الاهلي هيقع ولا الزمالك يقع ولا الانديه الجماهيريه عمرها ما تقع لان مبنيه على جماهيرها. فانا هنا مش بعمل مقارنه على قد ما اقول انه الوقت الحالي محتاج عراقي اي خبر لازم يطلع لازم يكون 100% صحيح لانه انت كده في مرحله حساسه جدا والزمالك محتاج دعم وده مش عشان ان انا مثلا بخاطب الجماهير او بغازل الجماهير اكتر منه انه فعلا لازم الاهلي والزمالك طول ما هم ماشيين في خط سير الكره المصريه او المنتخب ده عاد علينا كبير جدا يعني. طيب استاذ هيثم عايز اروح معاك لقصه اعتقد ان هي في وقت مهم جدا بتنبذ التعصب اللي موجود في الوقت الحالي. وانا امبارح قلت الخبر وقلت نادي الزمالك عليه ان يقبل بالدعوه. نادي الاهلي بيوجه دعوه لنادي الزمالك في يوم 20 ديسمبر من الشهر الجاري انهم يكونوا متواجدين يحتفلوا مع النادي الاهلي بفوزه بلقب الدوري العام. هل انت شايف ان خطوه زي دي مهمه ان مجلس اداره الزمالك في الوقت الحالي يتقبل بدوري ابطال افريقيا؟ هل انت شايف ان دي حاجه بس قبل ما تجاوب بس ازاي هي متضمنه كمان احتفاليه نادي القرن فشوف بقى ايه يعني احطها في دماغك دي. لا بس انا شايف زنقه كده. لا بس انا شايف طبعا انا شايف ان مجلس الاداره لابد ان يقبل حاجه زي كده طالما في روح رياضيه طالما في تنافس شريف ما بين الناديين للامانه وتكسر يعني عقبه التعصب اللي موجود على السوشيال يعني ميديا. طبعا مبادره الدوله لنبذ التعصب ويعني اللجنه المؤقته اللي جت ثلاث مستشارين ناس محترمه بالظبط مستشار احمد البكر تحديدا يعني رئيس اللجنه المؤقته من اول ما جه بارك للنادي الاهلي بحصول على البطوله فتح ايده للجنه الاولمبيه طبعا طبعا يعني انا شايف ان هو الراجل يعني زي ما قلت حضرتك في البدايه انه ماشي على الطريق الصحيح وانا متاكد يعني عندي يقين ان هو طبعا لازم هيوافق على هذه الدعوه. هي دعوه جميله جدا برضو او يعني لقطه من مجلس اداره النادي الاهلي انه اول يعني ما جت اللجنه ديت بادر ودعاهم لهذه الحفله يعني فانا شايف طبعا ان هي مبادره كويسه جدا وطبعا يمكن تشيل حته الاحتقان تؤيدها جدا تؤيدها جدا جدا يعني اتمنى فعلا ان هي يعني حتى لو يعني في اي حاجه يعني ممكن ادخل فيها وزير الشباب برضه شخصيا ولازم يكون لجنة المؤقتة موجودة في هذه الاحتفالية يعني حاجة كويسة جدا جدا يعني. طيب انت شايف نادي الزمالك فترة التعاقدات يعني في الجانب السياسي شايف ان نادي الزمالك
ممكن يتوصل معاه الاتفاق. انا شرحت واتكلمت في الاول مشكله فرجاني ساسي ان هو عايز 300,000 دولار مستحقاته من الموسم الماضي، وعايز يمضي الموسم ب 2 مليون دولار، وعايز يحصل على 50% مقدم تعاقد، فعايز ياخد 1,300,000 دولار علشان يمضي. هل انت شايف ان نادي الزمالك كابتن ايمن وكابتن اشرف وكابتن عبد الحليم ممكن يوصلوا معاه لرقم في النص عشان يعني يقطعوا الطريق على كل الفرق اللي ممكن تتعاقد مع فرجاني؟ تضحك ليه؟ تضحك ليه؟ مبلغ مبالغ فيه قوي صراحه. يعني هو فرجاني خلينا نقول هو لعيب محترف من الطراز الاول، هو لعيب بيمشي يعني ورا الفلوس اولا واخيرا. بس بس ده رقم مثلا بالنسبه للبيراميدز عادي. البيراميدز بيدفع الارقام دي بقى على على يعني على الفعل في الزمالك دلوقتي. يعني الناس جابوا يعني فلوس من احمد رفعت ومحمد عنتر من المصري 4 مليون جابوهم فرقوهم على اللعيبه المستحقات المتاخره ومش عارف ايه. يعني ايه النادي بيحاول يلم اي فلوس عشان اللعيبه اللي ليها مستحقات متاخره. فيجي لعيب حاليا زي فرجاني ساسي سواء بقى عن طريق وكيله او حد لاعب في دماغه وبيطالب مبلغ 1,300,000 دولار، طبعا مبلغ يعني مبالغ كبير حاليا، يعني حاليا طبعا نادي الزمالك يمكن الحاجات ديت كانت متواجده. لو الرقم ده موجود في حسابك هتشتغل ليه؟ في هتشتغل ليه صح؟ لو الرقم ده جاي لك هو للامانه لعيب يستحق كل خير ويستحق اكتر. لعيب في الجهاز الاساسي، لعيب من اللعيبه اللي غيرت مفهوم المدافع الوسط في مصر. يعني انا شخصيا بعتبره كده لعيب، لا بامكانيات، لعيب بثلاث رئات، لعيب الزمالك نفسه بيقع، لعيب المنافس الاهلي. اما فرجاني ما يبقاش موجود النادي يعني الاهلي وجماهيره كلك بس الزمالك النهارده ممكن يقع. لا لعيب تقيل فرجاني واشرف بن شرقي تحديدا، هم صفقتين يعني اشكر عليهم مجلس مرتضى منصور لحد بقى يعني فتره ما يجيب حد بهذه المواصفات. ولكن طبعا المبلغ اللي حضرتك قلت عليه ده مبلغ طبعا حاليا اظن انه هيكون صعب، ولازم يكون في قعده وقعدتين وثلاثه من الكابتن ايمن والكابتن عبد الحليم مدير الكوره. مفيش وقت لو الشهر ده عدى من غير ما فرجاني ساسي يجدد، فرجاني هيمضي في شهر واحد بالظبط. بالظبط انا عارف احد الانديه في انديه كتير فري هيمضي كفري في يناير، فلازم يكون في قعده خلال ال 48 ساعه الجايين دول بقى، يحاولوا كده زي يعني غسيل مخ لفرجاني ساسي ويحاولوا يعني يظبطوا له المبلغ وياخد جزء وينتظر جزء يعني الى حين ميسره. يعني طيب هو سؤال مشترك ما بين معلوماتي وقاضي الموحد. دلوقتي نهضه بركان مصممه ان هي تلعب في ارض المحيط، وكابتن محمد فضلي كان طلع في احد البرامج وقال ان السوبر يوم 5 ديسمبر. كلمنا الناس قال 10 ديسمبر كان 10 ديسمبر 5 ده الكاس 10 ديسمبر، ونهضه بركان قال ما فيش اي خطاب تلقيناه بيفيد ان المباراه تتلعب يوم 10 ديسمبر. بعد كده يوم 18 كلمنا الراجل من شويه قال لك لسه ما فيش اي حاجه اتبعتت لنا، والنهائي مش هيتلعب في القاهره او السوبر مش هيتلعب في القاهره. عراقي ايه اللي هيحصل في موضوع السوبر 18 ولا هيتاجل مره كمان؟ هل العقد اللي مدته بتنتهي بعد السوبر ده 3 سنين، الاتحاد الافريقي عامل اتفاقيه مع احد الدول الاسيويه ان السوبر يتلعب عندها لمده 3 سنوات، هتتمسك باقامه السوبر عندها؟ ولا سوبر هيتلعب في ارض محايده في افريقيا؟ ولا سوبر هيتلعب في استاد القاهره؟ هو سؤال مشترك ما بين كنتوا الاثنين. اولا انا سايبك تجيب الراجل بتاع نهضه بركان ده وتجيبه مره واثنين وثلاثه براحتك يعني، بس طبعا بتاع نهضه بركان ده بيهرج. ليه؟ ده راجل يعني لا بيهرج محرمي ليه يعني؟ لا محرمي ليه يعني؟ يا رب يكون سامعنا يعني. لا هو طبعا بيهرج تهريج باين يعني. ليه بقى؟ لان انا النهارده مثلا يعني البطوله ديت دايما معروف السوبر، السوبر دايما بطل الدوري، بطل دوري ابطال افريقيا وبطل دوري الاهلي. لا مش رحله قديمه، هي دي اللائحه. ما عشان كان في عقد عمر بيقول لك ما العقد بقى العقد ده العقد شريعه المتعاقدين يا كابتن. لا العقد ده تسويقي. لا في فرق. لا معلش اللائحه بتقول ايه؟ انا معاك. اللي انت بطل دوري ابطال افريقيا بيلعب بالسوبر ده، بطل دوري ابطال افريقيا وانا مش بطل الكونفدراليه على ملعب بطل دوري ابطال افريقيا، دي اللائحه تمام. طيب الكاف حبوا يستنصحوا وراحوا وضعوا عقد مع شركه. لا استنصحوا ما استنصحوا، ما رايحين عشان فلوس، هم رايحين عشان فلوس ولا رايحين عشان ايه؟ رايحين عشان فلوس. طب ماشي. فمضوا عقد ان هم يلعبوا البطوله دي في احدى الدول، في احدى الدول تمام، ولعبوا احدى الدول بقى ان كان لعبوا المباراه ولعبوا الثانيه. العقد ده اتفسخ، العقد ده اتعمل مش احنا ايه اللي يحصل؟ طبيعي جدا نرجع تاني للاصل الموضوع. بس العقد شغال نلعب ليه؟ لا ما ده عقد ده مع الكاف ومع احدى الشركات يعني. لا هو دي حاجه مالهاش علاقه بالنظام. هو كمان مع كلام عراقي العقد ده اتفتح فيه حوالي ملفات كتير. أيوة بعد ايقاف احمد احمد ملفات كتير، فانت رجعت لنقطه الصفر. طب ما انت قول لي بقى عشان كده انا بسال سؤال مشترك. أيوة. هو انا بس يعني انا ما اعرفش عشان بس اوصل النقطه كده. انا النهارده انت بتعترض على ايه؟ انت النهارده هل انت بطل مثلا دوري الابطال
واتقال لك تعالى العب البطوله على ملعبك، حاجه غريبه جدا انا مش فاهمها، يعني مش فاهم اساسا الاعتراض ليه، ويقول لك لا مش هنلعب اصل احنا ما بلغناش، يعني ايه ما بلغتش؟ طب يعني موضوع ان كل شويه عارف ان يوم 10 وكاف لما حتى اجل الموضوع كاف اعلن ان المباراه اتاجلت، هل انت يعني مش متابع للدرجه دي؟ فطبعا تصريحات غريبه، انا بشوفها اللي هي حرب نفسيه وخلاص، تمام؟ واتمنى ان الاهلي ما يركزش مع الموضوع ده، انتوا عندكم بطوله، عندكم بطوله مهمه ركزوا فيها، كل بقى دعوه التانيين عارفين، نهض بركان عارف، نهض بركان مش عارف، هم اساتذه في قصه الحرب النفسيه وقصه اللعبه ديت، احنا المفروض ما نركزش مع كده، وكده كده هم معلش مع احترامي ليهم هيلعبوا غصب عنهم مش بمزاجهم، كده كده لو متأكد. كيف طبعا هيلعبوا غصب عنهم، نهض بركان المغربي طبعا هيلعب غصب عنه، نهض بركان المغربي هيلعب غصب عنه المباراه في مصر، وبيقول لك استراب معلومه كمل لي الكلام اللي محمد عراقي هو مباراه السوبر هتلعب في مصر، نفس الموقف حصل اتحاد الكره المبجل كان بعد خطاب لبيراميدز قال لهم اتحاد افريقيا احنا عايزين ماتش بيراميدز وحرياك ونكري الغيني او النهائي لما يوصل يلعب نهضة بركان عايزين نتعامل بالمثل زي دوري الابطال، ليه ما يكونش عندنا في مصر او في بلد محايده؟ الاتحاد الافريقي عمل ودن من طين ودن من عجين وما بصش للاتحاد المصري، فهنا في الحاله دي هي نفس تكرار الحاله، نهضة بركان زي ما عراقي بيقول لك هي حرب نفسيه، لكن خلاص القرار متاخد، اللائحه موجوده ان المباراه تتلعب في القاهره، ما اللي فاضل بس المكان. مين اللي اخذ القرار؟ الاتحاد الافريقي خلاص قرر. هو الكاف المباراه تلعب في مصر تلعب في مصر ده في اجتماعه الاخير، ثانيا اللي فات كله بقى كوم واللي جاي كوم ومحدش هيقدر يقلب في العقود، لان في عقود عماله تستخبى وعقود عماله تطلع في الاتحاد الافريقي، فلو في حاجه طلعت او عقود ظهرت يعني السيد فوزي الاقشع مش هيقدر يعمل اي حاجه بما انه يعني نفوذه واصل قوي في الاتحاد الافريقي. بص احنا برضو خلينا نتكلم، هو واصل وعندنا المهندس هاني برده واصل والناس عماله تدخلهم في مقارنات الفتره الاخيره ومين اقوى من مين ومين عمل ايه، لكن انا بقول لك ان الاهلي برضو كشخص مصري طبعاً. الاهلي مش قليل، لا طبعا الاهلي مش قليل، ان هو الاهلي لوحده جامد يعني فاهمني. فانا بالنسبه لي انه الماتش هيطلع بره مصر او يتعمل في بلد محايده، بلد محايده ايه؟ انت في كورونا وبلدين تاخدهم توديهم الاثنين بلد ثالثه عشان الاثنين يتعبوا فتطلع 10 حالات من كل فريق، اي حاجه من الاثنين هيتلعب في مصر هتلعب في المغرب، فانت واخد دوري الابطال هتلعب في مصر، مش واخد دوري الابطال الكفاله لك هتلعب في مصر فهتلعب في مصر. اصل يعني وتلاقي بقى في المغرب ده احنا كده بقى امر منهي، ده احنا لا ده احنا كده نهضة بركان بقى مش عايز ننتقد الكاف بقى لنا كتير بقى، احنا كده داخلين في مرحله ثانيه خالص مع الكاف بقى، يعني لو مثلا لو على كلامك طبعا ده مش هيحصل ومستحيل، لو قال لك بقى المباراه في المغرب لا ده احنا داخلين في منحدر ثاني خالص بقى مع الكاف كده، لا مش ده حقيقي، لا ما إيه؟ فيش جمهور فما فيش هدف تسويقي انت بتسعى ليه، يعني مثلا انت قبل كده كنت بتلعب في دوله ثالثه علشان او دوله ثانيه علشان خاطر في جمهور وفي عندك ايرادات بتجيلك، لكن دلوقتي ما فيش حاجه مستحيلات نقل ممكن تلعب الماتش اونلاين ممكن اونلاين ممكن الماتش الاول بس عايز يمكن عايز اتكلم معاك على ماتش بكره، ماتش بكره ماتش مهم بالنسبه للاهلي وطلاع الجيش، الحافز بالنسبه لطلاع الجيش اكبر، ما حققش بطوله يعني ما بيحققش بطولات، بينافس بقوه جدا في الدوري، وصل لنهائي الكاس مع كابتن طارق العاشي اللي بيوصل، ومن اكتر المدربين المصريين حققوا الاهلي. شويه الجماهير خايفه من حته ان نشوه دوري الابطال حصلت في مباراه الاتحاد والاهلي كسب في الدقيقه الاخيره او في الدقيقه الاخيره زي ما احنا متعودين، ولكن هل مباراه بكره تتوقع ان ممكن اي مفاجات فيها تحصل؟ اتوقع بقوه، ماتش صعب جدا على النادي الاهلي، اتوقع مفاجاه جدا، اتوقع فوز بسرعه الجيش، انت لو سالتني عن رايي بكره ايه النتيجه اقول لك فوز بسرعه الجيش، يعني انا متخيل مفاجاه، معاهم مدرب متمرس جدا على حقيقة بطولات، خد بطولتين كاس قبل كده، ويمكن من النادي الاهلي لما كان ماسك حرس الحدود، عنده كتيبه من اللاعبين اصحاب الخبرات وعندهم الطموح وعندهم الرغبه على تحقيق البطوله، وطبعا يمكن يعني بلغه البلدي كده طص الخط دخلوها من لقاء الزمالك، خلاص كسبوا الزمالك 3-1 فاصبح الموضوع عندهم اصبح عادي بقى انهم يلعبوا النادي الاهلي. يمكن انا عاجبني قوي كابتن طارق العاشري، مدرب بيفرض اسلوبه على اي فريق بيلعبه، مدرب زي ما قلت لحضرتك يعني حقق بطولة قبل كده وعارفها، عايز يرجع ويقول أنا هنا في الساحة، يمكن حصل له بعض اللخبطة الموسم اللي فات سواء مع المصري أو مع حرس الحدود، فيمكن دي أكبر فرصة للرد على المشككين على قدراته ويرجع بقى للظهور. يمكن كابتن طارق كان فترة من فترات كان مترشح لكابتن المنتخب الوطني، ولكن الفترة الأخيرة عكسته النتائج شوية في معظم الفرق اللي مسكها، فدي يعني رب ضارة نافعة جات له بقى مع نصف النهائي والنهائي مع الكاس. فأنا شايف ان ماتش بكره هيبقى صعب جدا على النادي الاهلي، في المقابل طبعا يعني لازم موسيماني ومجلس اداره النادي الاهلي يجددوا الدوافع عند اللعيبه، انا شايف طبعا يعني او عارف طبعا على طول النادي الاهلي عنده الحته ديت جيده جدا، بيقدر يجدد الدوافع، بيقدر يعني يجيب التشكيل الجيد لاي مباراه. موسيماني عاجبني ان هو مدير فني واقعي لكل مباراه، يقدر بيعمل التشكيله او التوليفه المناسبه، يمكن هو حاليا معتمد على 14 لعيب، طبعا غصب عنه في اصابات في ايقافات
في اجهاد كتير في 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 في, في الفرقه. ولكن طبعا هو عنده مواطن قوة بيعتمد عليها في كل المباريات، يمكن بيغيرهاش يعني الشناوي، شحات، أجاي، مرام محسن، أجاي مصاب، السولية، أجاي مصاب بالظبط، السولية وطبعا وديان، ممكن كهربا يشارك مكانه، ممكن مثلا، ممكن هنسأل قولا واحدا عشان هو يختلف معاك، ده انا مختلف معاك ومعاك معايا بيه، لا لا ده انا مختلف معاك جدا، لما يخلص عملت حاجة انت راجل بسأل، انت راجل بيجاوب، بيقول لي مختلف معايا، انا بقول له هل تتوقع مفاجأة؟ هو الراجل مالش حاجة، انا قلت له هل تتوقع مفاجأة بكرة؟ لازم اكون منصف لفريق طلاع الجيش، الكورة مالهاش كبير طبعا، طلاع الجيش كسبان بيراميدز والزمالك وصل بالنهائي، انا راجل بسأل ما باكل عيش. طيب انا اصل العراق انا متوقع، انا بختلف مع الاستاذ هيثم، معلش الاهلي هيفوز بكره، لا 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 مش قصه كده، لا خالص انا مختلف معاك اولا في حاجتين مهمين، اول حاجه طبعا قصه ان انت كنت بتقول ان الدوافع اللي طلع اللي مختلف معاك فيه ان دوافع طلع الجيش اعلى، دي مش حقيقه طبعا، انا يعني الاهلي كسبان دوري ابطال افريقيا، الاهلي كان يخسر ماتش الاتحاد، لا لا دلوقتي الدوافع، لا هيخسر ماتش الاتحاد لان الاتحاد فريق قوي، لا لا هو يخسر مباراه الاتحاد لان هو لعب كويس والاتحاد كان كويس جدا، عشان برضو ما نهدمش حق الاتحاد، الاتحاد على فكره فرقه كويسه جدا، وافتكروا يعني الكلام دوت الاتحاد الموسم الجديد هيبقى فريق مرعب فعلا للانديه كلها، بسالك شويه بس ثانيه بس، فانت النهارده على حته الدوافع، لا لا بس كيس بيراميدز وكيس الدوافع عند الاهلي، الدوافع عند الاهلي اعلى بكتير جدا، الدوافع اعلى بكتير جدا، الاهلي عايز يحقق ثلاثيه، الاهلي عايز اولا دايما بيقولوا ايه، انت خدت دوري ابطال افريقيا والناس كلها مركزه، تخيل لو كان الاهلي خرج من كاس مباراه الاتحاد، انا عايز اقول لك ان الفرحه اللي كان فيها جمهور الاهلي دي كانت هتقل، طبعا ما عشان كده لا ما اللعيبه والجهاز فاهمين ده، غير كده برده في نقطه مهمه جدا على قصه برده زيزو كان بيتكلم فيها، قصه 14 لعيب، احنا نسينا حاجه مهمه جدا دلوقتي الصفقات واللعيبه العاديين المعارين، بس مش هيلعبوا، بس مش هيلعبوا ليه يعني بدل ما كلهم لعبوا الماتش فات، ماشي بس لا ما يقدرش يجازف، لا لا مش هيلعبوا ليه، هل اكرم طفيه هيلعب بيكهام، انت بيكهام النهارده، انت النهارده لا بيكهام كرون، انت عندك النهارده، عندك النهارده مثلا بدر بنو، لا بدر بنو متاح مش هيلعب، طاهر متاح، شريف متاح، طاهر متاح، محمد شريف متاح، صلاح محسن لعب ماتش فات متاح، بس محمد شريف لسه لعب كورونا، لا لا بص بص انت بتتكلم على لعيبه، لعيبه قويه جدا ولعيبه كانت لسه مخصمه مع فرقه مش مختلفه، لعيبه متواجده، فالنهارده لو لعيب الاهلي مثلا زي اجاي، خلي بالك مين هيلعب مكان اجاي، طيب انت ممكن تلعب شريف، مش كهربا، بس شريف لسه راجع من كورونا، لا ما اقصدش، اقصد ان احنا ما بنتكلمش، انا بتكلم في الخلاف بتاع ال 14 لعيب، احنا ما بنتكلمش دلوقتي في دايره 14 لعيب، لا دلوقتي الدايره كبرت جدا بعد عوده المعارين بعد الصفقات الجديده، دي اول نقطه، القصه الثانيه بتاعت الدوافع، لا الاهلي عنده دوافع كبيره جدا، الاهلي عايز يحقق الثلاثيه السنه دي، الاهلي عايز ما يبوظش فرح جمهوره ببطوله دوري ابطال افريقيا، الاهلي مش عايز حاجه تخلي معنوياته تقل قبل ما يروح يلعب نهضه بركان في السوبر، فدي برضو نقطه مهمه جدا جدا برضو. الاهلي اكيد مركز فيها، طيب اتفضل اتفضل اتفضل، انا برضو عايز ارد على عراق في الحته دي، انه دوافع الاهلي اكيد يعني كاسما على الاقل مع الفرق، اسم الاهلي مع اسم طلاع الجيش، الاسم الاهلي طبعا يكسب البطوله بحكم تاريخه، ولكن انا شايف انه الاهلي عنده دافع انه كسب دوري الابطال، طلع الجيش كسب الزمالك وكسب بيراميدز، لكن الفيصل في الموضوع كله زي ما عمر قال لك انه الاهلي كان ممكن يخسر قدام الاتحاد السكندري زي ما الزمالك خسر قدام طلع الجيش، والاثنين طالعين من نهايه دوري الابطال، هي دايما ما لهاش حسابات، لانه حساباتها بتيجي في النهايه حاله اللعيبه في نفس يوم المباراه، خصوصا طبعا طبعا الزمالك لعب والاهلي كسب، يعني الزمالك لعب، بس حط بس في دماغنا حاجه بس يا احمد مهمه جدا، ان طلع الجيش لعب 120 دقيقه، دي حاجه، طلع الجيش اكيد الفتنس بتاعه مش على مستوى الاهلي والزمالك، يعني اكيد برضو الزمالك كان متفوق عليه جدا على المستوى البدني، ما هي الـ 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 القدره الذهنيه للاعيبه النادي الاهلي بعد ما خرجوا من ماتش دوري الابطال ولعبوا ماتش الاتحاد، يعني ذهن لعيبه النادي الاهلي ما قارنش الاهلي، يعني منهك مختلف تعبان جدا، الاهلي الاهلي على خلاف كبير جدا مع الزمالك، انا النهارده دايما دايما في الكوره في مبدا صريح جدا بيقول لك المكسب يجيب مكسب، انا مش مختلف معاك، الزمالك النهارده خارج من خساره كبيره جدا من بطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله اللي هي الاهم، البطوله اللي كان عليها كل حاجه، بعد ما حصل ده حصل مشاكل اداريه بالجمله، بعد كده حصل تغييرات فنيه بالجمله، ما بقتش عارف مين صاحب القرار، بتشوفوا نفسه الكاس بيحصل مفاجآت، طارق العشري لما كان ماسك الحرس الحدود كسب النادي الاهلي، انا بفصل لك ليه، بفصل لك ليه الزمالك راح لعب الاتحاد بالسوق ده، او الزمالك ما كانش شايف افضل حالاته، بس الزمالك في الطبيعي الزمالك وطلع الجيش، بس في الطبيعي في الطبيعي على فكره الزمالك لو كان في ظروف طبيعيه كان قادر يكسب طلع الجيش،
أيه بس هو ما كانش في ظروف طبيعيه. بس انت كمان في عصر السوشيال ميديا لسه في ناس بتحتفل لحد دلوقتي بفوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا. ما نقدرش نحسبها برضه عليا انا زي ما بقول لك. ممكن اللعيبه حالتها في اليوم صحيح. ده حاله اللعيبه بكره حاله اللعيبه. انا بتكلم على مين؟ لكن 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 ككفتين قصاد بعض. لا هي كفه الاهلي الطب طبعا. ايوه طبعا. لكن محدش مختلف على لكن لكن ايوه لكن الكره فعلا الكره فعلا ملهاش كبير. انت بتتكلم في واحد لا الكره ملهاش كبير طبعا. كسبان بيراميدز بتتكلم في واحد كسبان الزمالك بنتيجه كبيره. الزمالك 3-1 وبيراميدز كسبان بالضربات. بتتكلم في فرقه عندها تدعيمات كبيره جدا مع مدير فني بدماء جديده. برضه الاهلي عنده تدعيمات وعنده صفقات راجعه وعنده موسيماني عامل شغل كويس بس فعلا يعني الواحد ما نقدرش نراهن انه الاهلي يكسب او طلائع الجيش يكسب. لان معلش انا من وجهه نظري فنيا احنا بنتكلم دلوقتي على الاهلي على اي فريق محلي بما فيهم الزمالك الاهلي متفوق بابعاد كبيره جدا. الاهلي بس الكاس فيه مفاجات بين مفاجات. الاهلي يكفي في 2020 ما خسرش مباراه واحده بس من نجم الساحلي زي بايرن ميونخ بيتساوى معاه في العالم كامله افريقيا محليا. ما تغلبش مباراه واحده النجم الساحلي في تونس. فالنهارده لما نيجي نتكلم ان اي نتيجه غير فوز الاهلي مفاجاه كبيره جدا. معظم ماتش الاهلي خسر ماتش واحد مباراه افريقيه. لا مباراه واحده خسر الزمالك 3-1 الزمالك الزمالك 3-1 هي دي المباراه المباراه المحليه الوحيده مباراه النجم. انت بتتكلم في فريق يعني مرعب السنه دي. فريق مرعب. فانت النهارده بتتكلم على المستوى المحلي ماشي اوكي بس انت كنت تقول لي طلائع الجيش. لا قلت لك في مفاجات كافه طلائع الجيش. يعني لعيبه ما عندهمش حاجه غير بطوله الكاس. لعيبه طلعوا الزمالك وطلعوا بيراميدز. فالاهلي لازم يقلق ولازم يكون طبعًا عامل حساب طبعا ده ما فيهاش كلام. هو طبيعي ما كانش دخل معسكر 40 ساعه ماشي. بس انا بكلمك عليه أنا بس مش اكتر. انا بتكلم ان ده معمول حسابه. اعتقد ان الاهلي عامل حساب ده جدا. واعتقد ان المباراه هتبقى متكافئه طبعا زي ما بتقولوا هتبقى قويه جدا. وطبعا وارد ان طلع الجيش يكسب. هي الكوره اساسا ما فيش حاجه اسمها ان انت مش كنا بنتكلم على ان النهائي يكون اهلي وزمالك في الجيش في صح نهائي كاس واخر بقى اهلي وطلع الجيش وبالتالي اللي كسب. انا عايز اقول لك على مفاجاه قبل ما اتحاد الكره نفسه لما بيعمل اللائحه وبيبعت يعني الاحق لو طلع الجيش كسب البطوله دي المفروض يديها للكونفدرالي. اتحاد الكره قال لك ايه؟ بعت للاتحاد الافريقي قال لهم اللي هيلعب ربع الدوري. اقفلك اقول لك يعني ايه بقى؟ بعت الجيش لو الجيش كسب لو الجيش كسب اللائحه بتقول ولا هم خلاص الكونفدراليه ابتدت. بس انا هقول لك بقى اقول لك اللي هيحصل ابتدت والمقاولين لعب المقاولين كسب النهارده اول وتاني لازم دوري ابطال اوتوماتيك. ثالث كونفدراليه مع اول كاس كونفدراليه. هو جه اتحاد الكوره راح بعت للاتحاد الافريقي قال لهم خلاص احنا اول اربعه في الدوري عشان بطوله الكاس اتاخرت. لا عشان هو عارف دايما اللي بيوصل نهائي اهلي وزمالك نفس التفكير بتاعنا ان هو والله عشان هو لو بيوصل نهائي. طب طلائع الجيش بس هقول لك بقى معلش يا احمد هو كان هيعملها ازاي؟ طلائع الجيش لو فاز ببطوله الكاس بكره هو انت كنت هتحدد بكره؟ يعني انت النهارده انت في ظروف استثنائيه يا احمد ازاي؟ يعني انا النهارده مثلا بطوله الكاس لا ما خلاص ما هو ده ظرف استثنائي. انا بتكلم على انه الماتشات متاخره. يعني هو لو كان هو مثلا بعت الكاف بعت لاتحاد الكوره. انا بسالك على فكره. طب ممكن اسالك انا سؤال؟ لا اسال بس الموسم اللي فات اللي حصل اسال بس سؤال دلوقتي لو اتحاد الكوره الكاف بعت لاتحاد الكوره قال له حدد لي الانديه اللي هتلعب دوري الابطال وايه والكونفدراليه تمام هيرد يقول له ايه؟ ما هو اذا لو البطولات ما كانتش ان اوانها يعني كان هيبعت رقم. لا لو كان لو كسب بس ان اوانها خلاص ده حصل بس خلاص. طب طلع الجيش يعمل ايه بقى لو كسب بكره؟ من حقه رسمي ان هو يتعوض له البطوله دي بالبطوله اللي جايه على حساب بقى الثالث او الرابع بتاع الدوري السنه الجايه. حليني بقى يجي يمشي مدير مسابقات او رئيس مسابقات يجي مجلس جديد هنفضل في نفس المشاكل. ليه؟ لان احنا ما عندناش لوائح. عندنا ما فيش اجتهاد مع نص. انا طول ما عندي نصوص عراقي بمشي عليها او قوانين. انا معاك جدا في دي بس انا برضو شايف ان القصه بتاعه الكاس دي هم معذورين فيها. لا ما انا بقول لك بس نوضح للناس انه يعني. اللي بيشارك في الكونفدراليه اول الكاس صح مظبوط اول الكاس فهم مزبوط. اعتمدوا لانه عمر قال لك التوقع. هو اتحاد الكره قال لك خلاص اهلي وزمالك ان شاء الله واصلين النهائي فمش هيحصل لنا مشكله السنه الجايه. يعني هم طب الموسم اللي فات ايه اللي حصل؟ الموسم اللي فات لعبوا اول اربعه لانه مين اللي بيلعب النهائي دايما؟ الاهلي والزمالك او الزمالك خد الكاس وهو كان موجود في دوري ابطال تاني كان تاني الدوري هو اللي واخد البطوله فخلاص هتروح للرابعه على طول اوتوماتيك. طيب شايفين ان في حد ممكن يتالق بكره يكون مفاجاه بالنسبه للاهلي والزمالك بالنسبه للصفقات الجديده اللي العراقي قال لك ان الصفقات متاحه. هل انت شايف ان الاهلي ممكن يجازف ويلعب حد من اللعيبه اكرم توفيق ناصر ماهر طاهر محمد طاهر اخذ شويه في الماتش اللي فات؟ هل بدري بنون ممكن ياخد؟ انا يعني بقول لك اللعيبه صلاح محسن في ظل ان بادجي خلاص مفيش غير مروان محسن. هل صلاح محسن ممكن ياخد شويه ممكن يبدا المباراه؟ يعني كلام كتير على لعيبه كتيره. نفس الكلام في طلائع الجيش عندك يمكن عمرو مرعي عندك اسلام محارب من اللعيبه الجديده اللي موجوده في طلائع الجيش من اللعيبه الاساسيه احمد سمير بقى محمد ناصف مهند لشين. مين اللي انت متوقع تالقه بكره؟ يعني بالنسبه للاهلي بالنسبه للصفقات الجديده طبعا انا اتوقع طاهر محمد طاهر. يعني طاهر محمد طاهر انا من اللعيبه اللي بثق فيها جدا وشايف ان مستقبله هيبقى مستقبل يعني جيد جدا مع النادي الاهلي بالاضافه لصلاح محسن. يعني صلاح
من اللعيبه اللي هو عايز يعمل حاجه بقى، عايز يعني يقول ان انا هنا، بالذات لما طلع من خرج لسموحه 6 شهور ورجع تاني ادي مردود جيد جدا مع سموحه، مع كابتن حيدر، مع كابتن احمد سامي. طبعا بقى في طلاع الجيش اظن اللعيبه كلها قدامى بجدد، انا شايف ان هي فرصه مش هتتكرر كتير للعيبه ديت او الجيل ده ان هم يلعبوا نهائي كاس مصر. فانا شايف ان اللعيبه كلها يعني تحديدا احمد سمير وعمرو مرعي من اللعيبه برضو اللي انا شخصيا يعني بقول ان هم يقدموا مردود جيد قدام الاهلي. هبسط مين من اللعيبه اللي انت شايفها هتبقى كلمه السر سواء هنا او هنا؟ طيب انا هاخد واحده قولا واحدا من عراقي واقول له ان صلاح محسن هو مهاجم الاهلي الاول الموسم الجديد، يعني حتى انه المفاوضات لما كانوا بيتفاوضوا مع مهاجمين او كده كان الراجل قايل للجنه انه صلاح محسن هو اول واحد فعلا خد قرار انه يرجع. مهاجم الاهلي الاول للموسم الجديد. لا مش مختلف. انا واحده معلومات. انا بسال السؤال. طب قول لي مين اللي لكن مين يتالق صفقات الاهلي اللي راجعين كمان، او طاهر محمد طاهر او محمد شريف؟ انا شايف ان هم ممكن يبقى لهم كلمه السر في الموضوع، او خصوصا صلاح محسن في الحته اللي قدام مع نص الملعب بتاع النادي الاهلي. طيب استاذ قارن وحيد، سجل بقى الموسم الجديد، سجل بقى الموسم الجديد كده، سجل يعني محمد شريف، احمد ريان، افتكر بقى دول. طب دول موسم جديد. طب بكره لا ما هو يا محمد طبعا احمد مش موجود كرون. لا يعني بكره ممكن محمد شريف كل الصفقات الاهلي للاسف يعني كرون. اللي عمله يعني كويس يعني دلوقتي قبل الموسم. فاعتقد ان يعني محمد شريف هيكون له دور مهم. بدري بنون برضو لما يلعب هيبقى ليه دور مهم جدا، ان هو لعيب مميز جدا. هو حاجه اخيره بس انه هيبقى في مشكله في النادي الاهلي في حته طاهر واكرم توفيق، لان طاهر واكرم توفيق لو ما لعبوش في النادي الاهلي مش هيروحوا مع الكابتن شوقي. مش هيلعب خالص. مش يعني انت بتحسمها مش هو الراجل بيعتمد عليه، فطالما مش هيلعب هو كابتن. لا بس كابتن شوقي قال لك يلعب مع فريق 99 كل واحد ممكن يستعين بثلاث لعيبه من بس شرطه انه يلعب. ماشي هيلعب شرطه انه يلعب 99 او ممكن يخرج. انا بصراحه شايف ان فرصته صعبه جدا. لا بس لو ما لعبش انا اقول لكم بالحل ولا باك يمين اكرم استنى بس لو ما لعبش اكرم ديكا. اكرم هيخرج اعاره لو ما لعبش في الانتقالات الشتويه اللي المفروض بتبقى في نص الموسم لو ما لعبش مع النادي الاهلي. هنلعب بقى مكان لسه جاي من اعاره عادي، ايه المشكله؟ النادي بيجرب وبيشوف. طيب عباس بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. ما كنت مبسوط جدا ان انا معاك بصراحه يا عمر، كنت مبسوط ان انا معاك ومع عراقي ومع هيثم. يا رب الناس تكون اتبسطت. هيثم بشكرك يا حبيبي. الف الف شكر. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. استاذ محمد عراقي قضى الوحيد بشكرك. مرحب طبعا باستاذ هيثم واستاذ احمد، يعني حاله مميزه يعني كعادتك. شكرا. انت راجل محترم. بعض على طول. انت راجل محترم. ماشي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. يعني هنختم معاكم ولكن بالفقره الانسانيه اللي بتكون معانا كل يوم جمعه، اللاعب معتمد محسن لاعب نادي طلائع الجيش، فقره انسانيه كل يوم جمعه بنتابعها معاكم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونروح للحاله الانسانيه ونشوفكم بكره على خير في نهائي كاس مصر. الاهلي وطلائع الجيش هيكون مع الكابتن احمد بلال علشان نتكلم عن المباراه تفصيليا وفنيا. نشوفكم بكره على خير بعد الفاصل الفقره الانسانيه. كل مشاهدي قناة النهار وبرنامج نمبر 1، لقاءنا النهاردة لقاء مختلف. لقاءنا النهاردة مع واحد من اللعيبة المتميزة جدا اللي لعنة الإصابات أثرت فيهم بشكل كبير جدا، كان قريب جدا من الانتقال لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، الكابتن معتمد محسن نجم نادي طلائع الجيش السابق. يا كابتن معتمد أنا برحب بحضرتك على شاشة قناة النهار وبرنامج نمبر 1. الأول طبعا برحب بك يا مصطفى طبعا وكل مؤدين القناة طبعا. الحمد لله طبعا ربنا كرمنا الحمد لله طبعا بعد فترة طويلة من المعاناة ربنا كرمنا الحمد لله، وقدرت الحمد لله ان الواحد يقدر يقف على رجليه تاني من جديد الحمد لله. كانت فترة صعبة كانت فترة صعبة الحمد لله، الناس اللي سندتني كتير، كان في ناس واقفة جنبي كتير، ربنا كرمني طبعا الحمد لله ان انا اقدر اقف على رجليا، كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. كان في اسباب، كان في حاجات كتير قوي وقفت قدام الواحد، بس الحمد لله الواحد كان عنده يقين بالله كبير ان الواحد يقدر يرجع ويقف على رجليه تاني، والحمد لله ربنا كرمني يعني الحمد لله ان انا اقدر اقف على رجليه تاني وارجع تاني الحمد لله زي الاول واحسن باذن الله. نتكلم بقى على الاصابه الرباط الصليبي، كواليس الاصابه كانت ازاي؟ مبدئيا كده كانت في ماتش ايه؟ والله يا درش الكواليس كانت صعبه بالنسبه لي، كانت صعبه بس اراده ربنا كانت في كل شيء. الاصابه حصلت لي كنا بنلعب الاتحاد السكندري في ملعب الدفاع الجوي، كانت طبعا كان حوالي في الدقيقه 40 من الشوط الاولاني او كده، فكانت في كره مشتركه مع لاعب كان عندهم افريقي مش متذكر اسمه، في كره مشتركه طبعا انا داخل بقطع بحط رجلي بمد رجلي قدام الفرود عشان اقطع بالكره، فواقف على واقف على رجل واحده اتزان على رجل واحده، فالراجل الافريقي راح راجع لورا مريح لورا كده راحت الرباط راح مطرقه. اول ما وقعت حسيت يعني ما
موقف يبقى صعب، واي حد بيجي له رباط صليبي بيحس، ما بيحتاجش ان هو حد يشخصه او حد يقول له عندك ايه وما عندك، بيجي لك كده احساس، والخضه كمان والرهبه تديك حق خلاص انت عارف انت عندك ايه. فبالطبيعي اول ما وقعت كده عملت طلبت تغيير على طول، ما استنيتش الدكتور لما ينزل، والدكتور برضه اول ما نزل حاول معايا، قلت له يا دكتور انا حاسس برجلي، ما حاسس بيها اصلا، على العلم ان انا اصلا في الفتره ديت يعني لو قلت لك ان انا مثلا كان عندي حق يعني 50% ان انا مش عارف ليه هيجيلي صليبي على الفتره ديت من اول الموسم، مع ان الموسم دوت كان بالنسبه لي هو الافضل في حياتي في الكوره، بس كان عندي احساس، وكانت اخر سنه ليا في النادي، بس كان عندي احساس كده ان انا ما اعرفش ليه. وجالي امتى؟ جالي 28/12 1/1 كنت فري، كنت اخر سنه ليا خلاص، وكانت الفتره ديت كانت يعني كانت بمعنى صح كان يعتبر التوب في حياتي في الكوره. رد فعلك ايه في لحظه الاصابه؟ يعني قلت انت في نفسك كده؟ قلت الحمد لله، اول حاجه عملتها والله قلت الحمد لله، قبل ما اطلع من الملعب سجدت وقلت الحمد لله، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. هل في لعيبه اتكلمت معاك وانت في الملعب؟ وانا في الملعب احنا كلنا كنا على امل، زي ما بيقولوا انك متعلق في اشياء، ان ممكن يبقى غضروف، ممكن يبقى جزء لا اكتر ولا اقل، بس بصراحه بفضل الله كان معانا دكتور محمد شيحه، ده دكتور منصوره كان شغال في نادي الجيش دلوقتي حاليا في بيراميدز، من افضل الدكاتره الموجودين حاليا في المجال في مصر. اول ما طلعت والماتش شغال بيقول لي الناس انا عندي صليبي، يعني هو عارف عندي، مش مستنيين بقى اشاعه ولا الكلام ده. ومع ذلك كان الفتره دي كان ماسكنا الكابتن حلمي طولان في الوقت ده، طلعنا الكابتن حلمي وكان العميد احمد مهدي مدير كوره، طلعنا طلبوا ان انا اعمل اشاعه فوري، عملنا الاشاعه، كنا على امل ان، وانا واحد من الناس كنت بتعلق في اي حاجه ان ربنا تكون حاجه بسيطه جازع اي حاجه، فالتقرير بتاع الاشاعه بالفعل جاب ان ما قطع جزئي ما جابش، فكنا قعدنا اسبوع كده فقلق، رحنا كشفنا كابتن حلمي والعميد احمد بصراحه ناس مشكورين، طلعوا لازم تطلع تكشف دلوقتي حاليا، ورحت ودوني عند دكتور احمد عبد العزيز، ورحت عند دكتور مجدي عبد العزيز، ورحت بصراحه الناس مشوا معايا في موضوع الكشف لحد ما نتاكد عشان ما نعملش حاجه بس، ولما كشفنا وتاكدنا ان هي صليبه. يعني بعد ما خرجت وبعد كلام الدكتور محمد شيح حسيت انت من جواك ان خلاص دي صليبي، ولا ممكن في يعني نسبه ولو 1% ان ممكن تبقى حاجه تانية؟ لا ما اكذبش عليك، حسيت ان هي فيها حاجه تانية، لدرجه ان انا كنت جبت دكاتره من الفندق يكشفوا عليا تاني، وكنت بعمل حاجات تستتلي نفسي عشان اوهم نفسي ان هي ما فيهاش حاجه، كنت اقعد اصلي يعني لقيتني رجلي الاخر وافرد واعمل كده رجلي مش وارمه، كنت يعني بدي احق لنفسي ان انا ما يعني ان شاء الله ما فيهاش حاجه، لدرجه ان الواحد ما كانش بينام الليل، يعمل يوم يجري شويه يوم عايز يعمل اي حاجه يدي حق لنفسه ان هي مش صليبي، بس هو القدر كان رحيم بينا زي ما بيقولوا. بعد كده عمليه الرباط الصليبي، عمليه الرباط الصليبي بقى يعني طبعا هو كل حاجه في الاول وفي الاخر نصيب برضه، طبعا انا صممت على الدكتور احمد عبد العزيز، وطبعا الدكتور احمد طبعا الناس كلها غنى عن التعريف يعني، بس هو الدكتور ممكن ما كانش موافق في عمليتي لان انا برضو او كان ما تعرفش، انا مش عايز انا بقول ده نصيبي، بس هي لها اسباب لان الدكتور عمل حاجات. ايه اللي حصل؟ عمل عمليه وفجاه لقينا بيقول لك في بيعمل حاجه اسمها دعامه في الرجل من بره كده ملهاش اي علاقه بالركبه، ما نعرفش الدنيا في ايه، عملت لنا وشات وش ومشاكل كتيره، ومش انا بس حصل معايا الموضوع دوت، برضو حصل مع اسلام صلاح لاعب النادي المصري بورسعيدي، وعمل برضو نفس القصه مع برضو نفس الوش اللي حصل له برضو، فما تعرفش ايه يعني ايه اللي هدف الناس بتاخد الموضوع ده بتحسبه ازاي، يعني لما يبقى واحد زي كده مثلا اكل عيش الكوره شغلانته الكوره ويبقى رايح للدكتور يعني بتعمل في امل في الله ثم في الدكتور ان هو يرجع زي الاول وكده، فتبص تلاقي حاجات بيعملوا حاجات غريبه ما تفهمهاش، وتيجي بتحس ان هم بيضحكوا على المريض وعلى مع انه يعني الدكتور احمد نام لا غنى عن التعريف بمعنى صح، فجاه لقينا دخلنا في قصص بقى مش حلوه، دخلنا في قصص كبيره كان هي ابرزها ايه يعني؟ فجاه بصيت لقيت قال لك رجلي بعد العمليه بشهر خش تنظيف، حصل تلوث في العمليه مكروب بتاع،
دخلنا عملنا الميكروب يا دكتور. طيب قعدنا 6 7 شهور الحاله برده مش مستقره، في سخونه في ورم بتاع، قال لك في مسمار بتاع الدعامه اتحرك تاني، دخلنا شلناه المسمار دوت. ايه يا دكتور الوضع؟ قعد فتره طويله بقى. بعد كده جيت رحت له بعديها بقى بفتره طويله، قال لي بنفس اللفظ كده، انا سمعت الكلمتين دول ما استوعبتهمش. لو طلع الجيش كلمتك هترجع للطلعه تاني؟ نفسي يعني انا الحاجات اللي لو قلت لي نفسك في ايه اقول لك نفسي ارجع النادي، حتى لو عامل ايه، لو اي حاجه، بس نفسي ارجع النادي، لان النادي بصراحه النادي حاجه محترمه، حاجه كويسه بصراحه، يعني من الانديه اللي هي تخليك تبقى يعني تبقى متمسك فيها. يعني لسه كنت بقول لك لسه عاصم ماشي من كام يوم موقف صعب، انا كنت قاعد هنا كنت زي قلت لك ان انا بعيط، مش هتصدق مش متخيل. فالنادي بصراحه اللي يخش النادي ويقعد في النادي سنه او اتنين من الصعب عليه ان هو ما يفكرش يرجع النادي تاني. فبصراحه منظومه تخليك انك تبقى حابب تبقى متواجد، اي حاجه عايز تبقى موجود فيها. اخيرا حابب تقول ايه؟ والله طبعا حابب اشكر ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر. ربنا سبحانه وتعالى كان رحيم بيا فعلا، وانا نفسي في حاجه بقى بصراحه، نفسي ربنا يكرمني كده واشوف، يعني بصراحه نفسي اشوف مؤمن يرجع تاني. مؤمن زكريا نفسي ربنا يكرمه ويشفيه يا رب كده ويرجع تاني، لان مؤمن انا دايما بشوف مؤمن بدعي له ان ربنا يشفيه ويرجع تاني زي الاول. يعني يا ريت الناس، يعني الناس اللي في المجال يا ريت تبص قدامها. الكوره مش بتاعت حد، والكوره ما بتدومش لحد. يعني الكوره ديت فتره بس معينه 10 سنين 10 12 سنه بتلعبهم وخلاص شكرا. كله بس الناس تبص، الناس تدور على الناس اللي كانت موجوده وتشوفها فين وتدور عليها وتشوفها هي عايزه ايه ولا هي محتاجه ايه. لكن انا بصراحه بطلب من ربنا سبحانه وبدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يكرم المؤمن ويخف. ويعني وبصراحه وعايز اشكر طبعا، عايز اشكر مراتي قوي يعني جدا جدا بصراحه، هي وابني يعني يمكن بقول انا بقول ربنا كرمني ورزقني بابني، يعني الحمد لله بيقعدني كتير عن الفتره اللي فاتت ديت بحلوها ولا بمرها زي ما بيقولوا. يعني ربنا كرمني بابني وبصراحه، وامي واخواتي كلهم دايما في ظهري، واصحابي بصراحه الناس ما يعني اقله بمعنى صح، ودايما بقول ربنا يكرمه ويبارك له ويرزقه كمان وكمان عاصم. يعني بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني دايما اشوفه في احسن مكان، لان الراجل ده بصراحه ما ومش معايا انا بس، انا الراجل ده معايا ومع غيري ومع اي حد، الراجل ده ما بيأخرش نفسه. يعني دي معلومه ما بره الكوره وجوه الكوره وفي مجال وهنا وهنا، اي حد بيقصده في اي حاجه مش ما بيتاخرش عن حد. الراجل دوت يعني بصراحه راجل محترم وراجل في قمه الادب والالتزام، وراجل عمل يعني ببلاش معايا، يعني هو اصل احنا اخوات، مش قصه مش معايا، قصه مع اي حد. انا يعني الراجل اي حد بيتكلم عليه بيقصده في اي حاجه، الراجل موجود ما بيكلش ولا يميل عن اي حد، يعني دي حقيقه يعني. والحمد لله على ربنا كرمني باللي انا فيه واللي انا وصلت له الحمد لله دلوقتي، ده كرم من عند ربنا كبير يعني. ربنا يرزقك ويوفقك ويكتب لك الخير حيث كان يا كابتن معتمد، وان شاء الله ان شاء الله نشوفك في الفتره اللي جايه في الملاعب تكسر الدنيا كعادتك باذن الله. ان شاء الله باذن الله درشي، والف شكر طبعا على زيارتكم الجميله ديت، وانا بشكركم طبعا وبشكر قناه النهار، وان شاء الله ربنا يكرمكم دايما بالاحسن ان شاء الله. وده كان لقائنا مع الكابتن معتمد محسن نجم نادي طلائع الجيش السابق.